يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي كالعادة، هنتكلم من خلالها عن كل ما يتعلق بالنادي الأهلي ومنتخبنا، أخبار الرياضة العالمية، طبعا كل ده إلى جانب فقراتنا الحوارية. صباح الفل عليكم وصباح العسل عليكي. صباح الخير والسعادة عليك دايما يا كريم يا رب، وصباح الهنا على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في العالم، لأن احنا عارفين إن جمهور قناة الأهلي والنادي الأهلي و10 الصبح في الأهلي في كل مكان في العالم، مش بس في مصر، مش بس في الدول العربية، لا في العالم كله، وده بيسعدنا اكيد. خلينا ننوه مع حضراتكم بس على الفقرات، والنهارده حلقه نهايه الاسبوع زي ما احنا عارفين، احنا هيكون معانا يعني بما ان رمضان بقى جاي فنصايح تدريبات الجيم في رمضان، لان ناس كتير بتبقى مش عارفه الافضل ان انا اروح الجيم الصبح ولا اروح الجيم بعد الفطار، الافضل ان انا اتعب جامد وقت وانا صايمه ده بيخليني مثلا افقد سعرات حراريه اكتر، ولا احسن يكون بعد الفطار بكام ساعه. يعني خلينا نفهم اكتر من متخصصين بقى هم اللي هيكلمونا. والفقره الثانيه هيكون معانا كابتن عادل مصطفى نجم الاهلي السابق، والفقره الاخيره اللي حضراتكم يعني بقالكم فتره طويله بتسالونا هي ليه متوقفه، لا احنا رجعنا مره تانية بس عشان كانت الاحداث مليئه بيعني الماتشات والحاجات اللي كنا مركزين فيها اكتر او المواضيع اللي كنا مركزين فيها اكتر. فالنهارده رجعنا مره تانية، سؤال السوشيال ميديا، ايه اكتر حاجه بقى فرحتك مع الاهلي؟ ايه اكتر حاجه ممكن نقول خليتك تبكي فرحا مع الاهلي؟ ايه اكتر مباراه، اكتر موقف، اكتر مشهد خلاك تفرح من قلبك فعلا مع الاهلي؟ شوفوا بقى في اي وقت، يعني احنا مش بنتكلم على حتى الفتره الاخيره، في اي وقت إن كان، ايه يعني الفكره او ايه المشهد اللي لمس معاك جامد ولحد دلوقتي مش قادر تنساه وفرحك جدا؟ احكوا لنا كده القصص، وهنعرض كل ده ان شاء الله في الفقره الاخيره من السوشيال ميديا. يبدو ان السؤال سهل لكن انا متاكد ان الاجابه هتكون صعبه. هنسمع كمان قصص. اصل انت كمان عرضتي القماشه وسعتيها كمان، مش بس في الفتره الاخيره، لا عموما يا نهار ابيض، ده انت عندك اجابات كتير جدا. صح. كل واحد طبقا للمرحله العمريه اللي هو فيها والمرحله الزمنيه اللي كان بيتابع فيها النادي الاهلي، فاكيد هنسعد باجابات متعدده يعني ومختلفه. على كل الاحوال عايزين نبتدي مع حضراتكم كلامنا بان احنا نقدم التعازي طبعا بالاصاله عن انفسنا وبالنيابه عن كل القائمين على قناه النادي الاهلي وشركه برزنتيشن لايف والنادي الاهلي في وفاه المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي. امبارح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والعديد من اعضاء مجلس الاداره كانوا حريصين على المشاركه في تشييع جثمان المستشار حلمي عبد الرازق الى مثواه الاخير. قدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والقطاعات الرياضيه تقدموا جميعا ببالغ الحزن والاسى طبعا في وفاه المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ويلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. بقاء لله، ومرة تانية أكيد بين عز يعني أسرته، ربنا يصبر حضراتكم ويرحمه بإذن الله. نتابع مع حضراتكم اخبار بقى النادي الاهلي اللي بيواصل النهارده تدريباته استعدادا لمواجهه بقى سيمبا التنزاني، ده هيكون في الساعه 9 مساء الجمعه المقبل ان شاء الله ضمن منافسات الجوله السادسه والاخيره في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. كابتن سيد عبد الحفيظ خليني اقول لحضراتكم قال ان الفريق هيواجه سيمبا على استاد تحديدا هنا الاهلي والسلام. امبارح كان في تمرين للنادي الاهلي، وقبل انطلاق التمرين عقد بيتشو موسيماني المدير الفني للفريق محاضره بالفيديو مع اللاعبين، اتكلم من خلالها عن بعض الجوانب الفنيه طبعا بهدف تصويب الاخطاء اللي حدثت خلال المرحله الماضيه. كويس ان ده حصل، ده حاجه محترمه وكلام مهم جدا، لاننا دايما بنقول ان من عوامل النجاح انك زي ما دايما بتحتفل كده باي نجاح ان انت كمان في حال وجود اخطاء لازم تدرس الاخطاء دي وتعمل جاهدا على تصحيحها، ده سر من اسرار النجاح دايما اللي مرتبط ومقترب بالنادي الاهلي واللي النادي الاهلي شايفه دايما طريقه لتحقيق البطولات. بنتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في كل المباريات القادمه، وزي ما بنقول كده دايما العشره يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله العشره يا اهلي والدوري والكاس وكل البطولات تكون في او من نصيب الاهلي. وزي ما انت قلت النقطه دي، يمكن فعلا احنا كمان لو هنتكلم عن موسيماني تحديدا لان هو ده اللي يعنينا دلوقتي، موسيماني صراحه بعد كل مباراه يا كريم بيروح في المؤتمرات الصحفيه وبيتحدث عن السلبيات، يعني مش بس بيجي يقول لك لا اللعيبه عملوا اللي عليهم، لا اللعيبة يعني لا يبرر، دايما موسيماني بيتحدث عن السلبيات قبل الايجابيات، ودي حاجه كويسه جدا، وحتى تلاقيهم في حواره دايما مع اللعيبه ده بيكون التركيز عليه ان انت عايز تعالج ايه اللي حصل، المشاكل اللي حصلت، ففكره ان انت تتحدث بهذه الشفافيه ده امر كويس جدا ان انت بعد كده تعالج. ويمكن احنا شفنا كمان في الماتشات الى حد كبير برضو اختلاف يعني
كل مباراة عن مباراة بيبقى فيها اختلاف فعلا في الأداء. نتمنى اللي قادم كمان يكون أفضل. خليني أقول لحضراتكم برضو هيتم عقد اجتماع فني لمباراة الأهلي وسيمبا على الساعة 2 الظهر، ده هيكون بمقر النادي بالجزيرة، هيكون طبعا بحضور الجهاز الإداري بالنادي، وهيشهد الاجتماع مفروض بقى الاتفاق على كافة التفاصيل اللي هتتعلق باللقاء، وكمان زي الفريقين خليني أقول لحضراتكم موعد وصولهم لملعب المباراة وكافة بقى الأمور التنظيمية الأخرى، وده هيكون بحضور الجهاز الإداري للفريقين، طاقم التحكيم، المسؤولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. امبارح اتكلمنا مع حضراتكم عن اليوم العالمي للرياضه والاحتفاليه اللي اقيمت في مركز شباب الجزيره. عايز اقول لكم ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص على حضور احتفال اتحاد الاتحادات النوعيه الرياضيه والشبابيه باليوم العالمي للرياضه من اجل السلام، طبعا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. هنتابع مع حضراتكم جانب كده من هذه الاحتفاليه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الحقيقة سعادتي بهذه الاحتفالية لها أكثر من سبب. بداية تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الإعجاب والانبهار بمصر الحضارة، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أيضا كرياضي سعيد جدا بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالمياً يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة طريق للتسامح وللتقارب، حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحسن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يستهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خير ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من ذوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام: اللهم منك السلام وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة بقى لكل الأندية وكل المنازل إن يا جماعة اهتموا بالرياضة بالنسبة لأولادكم، بالنسبة للسلوك. السلوك الرياضي هو اللي بيخلق شاب رياضي حسن متميز، ما فيش انحراف، ما فيش إدمان. فأهم حاجة إن احنا علينا الاهتمام بالرياضة في منازلنا قبل الأندية. يعني إذا كان الناس مش قادرة يعني تنضم الأندية ولا حاجة، خلوا أولادهم يتعلموا الرياضة من خلال الأكاديميات اللي موجودة دلوقتي. أخد بالك وفي يعني مراكز شباب كثيرة حقيقة على مستوى مصر، آلاف مراكز شباب ما حدش بيدفع فيها أي مبالغ ولا حاجة. فيش كلام يعني ده هيبقى مهم أول أولادهم، وعبارة عن بصمة موجودة في تاريخ مصر إن هي عندنا رياضة رياضة بمعنى الكلمة. أنا هبتدي منذ الأمم المتحدة قالت إن اليوم ده يوم عالمي للرياضة، وكنت الفوكال بوينت بيرسون في مصر أنا والدكتورة رانيا علواني والدكتورة ماجي الحلواني بنمثل جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت. النهارده بنحتفل بهذا اليوم كل سنة، فالنهارده لما يكون وزير الرياضة موجود معنا، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وقمم رياضية كابتن محمود الخطيب، ورئيس ونواد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة، وعديد من مش عاوز أقول أسماء، إنما النهارده بنقولنا للرياضة رحبنا بالناس، كرمنا بعض الرموز، إنما شفنا بقى رياضة. شفنا المشروع القومي للناشئين في الاسكواش، المشروع القومي للناشئين في التايكوندو، موجودين في صرح رياضي رائع. يمكن استوديوهاتكم على الجانب الآخر بتصوروا من فوق برضه. احنا شايفين ان في طفرة في مجال الرياضة، قناعة من القيادة السياسية، قناعة من الحكومة، بالإضافة لقناعة أولياء الأمور. النهاردة يوم عالمي للرياضة، يوم للتسامح للأبطال، للمواهب الجديدة اللي المفروض الدولة بترعاها. دي مشاريع طبعا بتتعامل في لعبة سكواش، كانت لعبة مقصورة على فئة معينة، دلوقتي اللعبة بتوجيهات وزارة الرياضة فتحت أساس ان هي تبقى متاحة للجميع. مجهود كبير جدا دكتور اشرف صبحي، مركز شباب الجزيره بيحتضن اول فيز الاولانيه، ومدينه رياضيه بورسعيد بتحتضن الفيز الثانيه. عندنا اكثر من 430 لاعب ولاعيبه من 6 و7 و8 سنين، مواهب كبيره جدا ان شاء الله هيكملوا اجيال، يبقى بخط متوازي مع الاتحاد ان شاء الله باذن الله في الفيوتشر. تقدر تشوفي يعني ابطال عالميين طالعين من المشروع دوت، مساهمه جدا من الدوله على تكاليف الاسر المصريه، بندي فرصه كبيره 20% من المشروع من دور رعايه الايتام ومن اولاد ابطالنا شهداء الجيش والشرطه بيتمرنوا معانا. في طبعا اهتمام كبير جدا بالقطاع دوت، ان احنا ان شاء الله نطلع منهم ابطال ويكونوا رول موديل باذن الله عالمي باذن الله. نروح بقى الخبر حلو جدا وحاجه ايجابيه، فريق او فرق الاهلي اللي احنا بنتكلم دايما بتفرحنا، تحديدا بقى الرياضه هنا اللي هتكلم عنها، هي فريق الجمباز الفني رجال بالنادي الاهلي توج ببطوله الجمهوريه الدرجه الثانيه، اقيمت على صاله نادي مدينه ناصر زي ما حضراتكم شايفين في الصور. نتائج الاهلي في البطوله كانت كالتالي: فاز عبد الرحمن محمد بالمركز الاول في منافسات هنا فردي عام، ومروان عصام في المركز الرابع. عبد الرحمن محمد فاز بميداليتين ذهبيتين في منافسات وميدالية كمان جهاز أرضي، ومركز فضية أو مركز فضية سادس في جهاز العقلية ضمن منافسات البطولة. يعني عايز أقول لحضراتكم ألف ألف مبروك، حاجة بتسعدنا. وإحنا يمكن ده مش أول خبر، إحنا تقريبا بمثابة كل يومين بنقول يعني بطولات جديدة بيحققها أبطالنا في النادي الأهلي، في دي حاجة أكيد جميلة جدا بتسعدنا كلنا. ونفس الكلام ينطبق على ملف يعني أبطال الرياضة من ذوي الهمم، الملف ده دايما حاضر معانا، وحضراتكم أكيد لما بتتابعونا هتلاقوا إن إحنا على الأقل يوم أو يوم لا لازم يكون معانا نموذج مشرف لشاب أو لشابة من المصريين الأبطال اللي بيتحدوا ظروف كتيرة جدا جدا، ومع ذلك مش بس فازوا بالتحدي ده، فازوا بالتحدي وحققوا نجاحات مدوية في دنيا الرياضة. احنا بنتكلم على أبطال محققين مراكز على المستوى العالمي في رياضات مختلفة. طبعا عايزين نقول مبروك للاعبي سباحة النادي الأهلي من أصحاب الهمم اللي تمكنوا من حصد 50 ميدالية متنوعة، بواقع 34 ميدالية ذهبية، 8 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية في بطولة كأس مصر التابعة للاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية اللي أقيمت في نادي 6 أكتوبر خلال الفترة من 4 إلى 6 إبريل الجاري، طبعا بقيادة كابتن العجمي محمد رئيس الجهاز، دكتور محمد فتحي المدير الفني، وكابتن محمود فؤاد المدير الإداري. امبارح بعد البطولة الكل راح احتفل في أهلي الشيخ زايد، وطبعا بنقول لهم مرة تانية ألف مبروك.
ما الاخبار الحلوه لسه ما خلصتش على فكره. المنتخب الوطني بقى للمصارعه هنا رجال وسيدات فعلا فعلا زي ما بيتقال كده حاجه تفرح، نماذج مشرفه جدا لمصر. الحكايه كمان ان هم يعني شاركوا مؤخرا في منافسات التصفيات الافريقيه هنا المؤهله لايه بقى، لدوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2021 اللي اقيمت في تونس، وفي 8 منهم تاهلوا الحمد لله لاولمبياد طوكيو. امبارح البعثه عادت من تونس وحرص دكتور اشرف صبحي كعادته وزير الشباب والرياضه على تهنئتهم، وكمان عايز اقول لحضراتكم كان في وفد رسمي من الوزاره في استقبالهم بالمطار. يعني انا بشوف ان اللمسات دي وان كانت البعض قد يراها يعني حاجه عاديه، ايه يعني الوزير هناهم، ايه يعني وفد من الوزاره راح، على فكره لا، الكلام ده او المشاهد اللي احنا بنشوفها دي ما كانتش موجوده زمان. المشاهد اللي انت بتشوفها دي بتؤكد قد ايه دلوقتي انت بتتكلم عن ان في دوله بتهتم وبتدعم رياضيين بتوعها اللي بيروحوا بيمثلوا مصر في الخارج. فحاجه كانت جميله، ومره تانية بنقول لهم مبروك وان شاء الله كل التوفيق كده، واسم مصر يعني يكون في كتير من البطولات الدوليه باذن الله تحديدا في الاولمبياد. استقبال السيد وزير الشباب والرياضه لاي بطل لاي فريق راجع من بره في اي منافسه عالميه واخد مراكز متقدمه مش بس بيكون تكريم يعني للاشخاص المعنيين او للرياضيين اللي راجعين من بره وفايزين ومعاهم كؤوس وميداليات، ده كمان بيكون حافز وملهم لاجيال تانية بتتفرج على لحظات التكريم دي وبتتمنى ان هي كمان تتكرم بنفس الصوره وبنفس الكيفيه في يوم من الايام فيشتغلوا على نفسهم. يعني برضو فيها حافز الى حد كبير. وطالما بقى في تغيير طبعا لا ما فيش شك في النقطه دي. طالما بقى فتحنا باب الكلام عن اللاعبين المؤهلين لاولمبياد طوكيو، عايز اقول لحضراتكم خلال التصفيات حقق الميداليه الذهبيه في ميزان تحت 60 كيلو مصارعه رومانيه اللاعب هيثم فهمي، وفي ميزان تحت 67 كيلو لم تشارك مصر نظرا لتاهل كيشو لاعب المصارعه الرومانيه، وده اللي تاهل بالفعل في التصنيف العالمي منذ عام 2019. اما في ميزان تحت 77 كيلو حقق اللاعب وائل حمدي الميداليه البرونزيه. من ضمن كمان انت دايما تقطع عليا وانا بشرب، يعني لا انا اللي بقطع وانا اللي بقطع، ما اديني فرصه طول شويه لما تلاقيني. ضمن كمان من ضمن المصارعين اللي تاهلوا، خليني اقول لحضراتكم لاعب محمد مصطفى هو حقق الميداليه الذهبيه في ميزان هنا تحت 87 كيلو، مصارعه برده رومانيه، واللاعب محمد جبر الميداليه البرونزيه في ميزان تحت 97 كيلو، واللاعب عبد اللطيف منيع الميداليه الذهبيه في ميزان هنا 100 تحت يعني 130 كيلو مصارعه رومانيه. كل التوفيق يا رب ليهم مره ثانيه. مش بس كده، كمان من ضمن اللاعبين اللي تاهلوا لدوره الالعاب الاولمبيه اللاعبه سمر حمزه بوزن 76 كيلو جرام، واللاعبه ايناس خرشد وزن 86 كيلو جرام، واللاعب ضياء جوده وده طبعا تاهل عن وزن 125 كيلو جرام، بالاضافه للاعب عمرو الرضا وزن 74 كيلو جرام. مره ثانيه مبروك، يعني خلينا نقول لحضراتكم انتم نماذج مشرف لتمثيل مصر في دوره هنا الالعاب الاولمبيه المقبله باذن الله، وبننتظر بقى منكم يعني تحقيق ميداليات اولمبيه بعد اكيد النتائج المشرفه اللي احنا شفناها دي خلال كمان المنافسات الافريقيه. طيب تعالوا بقى نطمن على حاله الطقس، وان كنا يعني احنا ممكن نقول لحضراتكم الدنيا حر نار يعني باختصار، بس على اي حال تعالوا نتعرف على درجات الحراره يعني بشكل دقيق من خلال هذا الفيديو، ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.
طيب على كل حال برضو زي ما دكتور محمود شاهين كان بيقول لنا او بيحذرنا في تقلبات يعني متغيره ده يعني على مدار كل يوم في درجات الحراره، فما نتغرش ما نفتكرش ان الصيف دخل، لان هو كان قايل لنا الثلاث والاربع فعلا هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، وبعد كده على الويكند فعلا الدرجات هتبتدي في النزول يعني، فبرضو نكون حذرين علشان التقلبات دي ممكن اي حد يصاب يعني باي شيء. فاصل سريع، اخبارنا لسه ما خلصتش ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وقبل ما نكمل انا بحب اتابع في الفاصل دايما تويتر ونشوف كده الناس بتبعت لنا ايه. يعني حد كان بيتكلم يا كريم اللي هو بيقول يعني انا النهارده ان هو خد اجازه من شغله مخصوص عشان كان عارف ان درجه الحراره 35، بيقول لنا هو انا غلطان ولا لا يا استاذ كريم يا استاذ نهوان؟ مش عارفه هتعمل ايه في الصيف يا كويس. ده انت كده لما النهارده خد اجازه ده في الصيف هيستقيل بالشكل ده. لا ظبط نفسك يا استاذ يعني هو ديبندز انت الاجازه دي علشان مثلا شغل حضرتك في مكان مثلا مفتوح فحضرتك خفت مثلا ان هو يجي له ضربه شمس او حاجه مقبوله، لكن لمجرد ان درجه الحراره 35 لا يعني ما اعتقدش انه تصرف سليم. بالمناسبه ربنا يعين فعلا الناس اللي بتشتغل في اماكن مفتوحه فتره الصيف لان درجه الحراره معاك جدا. طيب على كل حال دلوقتي زي ما احنا متعودين نروح مع حضراتكم ليه اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع مراسلتنا الجميله هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا انا بصبح عليكي طبعا انا وكريم وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وخليني أنقل لكم آخر أخبار النادي. خلوني في البداية أبدأ بأخبار الفرق الرياضية. الفريق الأول لكرة القدم النهاردة هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 3 العصر على أن يبدأ المران الساعة 4 العصر، طبعا استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة الساعة 9 مساء على استاد الأهلي والسلام. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وإن شاء الله يقدر يكون في مستوى عالي وكمان يحقق نتيجة إيجابية. كمان اللاعب حمدي فتحي مبارح خاض الحقيقة كشف طبي للإطمئنان على الإصابة وحالته الصحية، طبعا كلنا عارفين إن هو قام بإجراء عملية جراحية في الكوع بعد إصابته مع المنتخب الوطني. طبعا نتيجة الفحص الحقيقة إن هي هتظهر النهاردة، هتحدد بقى مدة غيابه وكمان البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب. يعني طبعا بنتمنى له كلنا الشفاء العاجل وإن شاء الله إن هو يرجع يشارك مع الفريق في أقرب وقت. ده بخصوص الفريق الأول لكرة القدم. تعالوا دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بالجمباز. يعني يمكن بجانب الخبر اللي انتوا قلتوه ليه علاقة بتتويج رجال الجمباز ببطولة الجمهورية، كمان الحقيقة ان امبارح كان توج ناشئين الجمباز تحت 12 سنة ببطولة الجمهورية، قدروا يحققوا الحقيقة 20 ميدالية مختلفة وعملوا أداء كبير جدا. كان بيمثل النادي الأهلي اللاعب أحمد نائل، محمود مجدي، مروان محمد، احمد وائل، احمد عبد الوهاب، محمد احمد، عمر سمير، محمد سامح، وعلي احمد. طبعا الحقيقه عملوا اداء كبير، حابة ابارك لهم بجانب طبعا فريق الرجال، ببارك لكل جهاز الجمباز. يعني الحقيقه دايما كده النادي الاهلي في المقدمه. خلونا دلوقتي نروح للعبه كره اليد. رجال كره اليد بالفعل غادروا الاسكندريه منذ دقائق استعدادا لمباراه غدا هتكون امام فريق الاولمبي طبعا باسكندريه ضمن منافسات الجوله الاخيره من بطوله الدوري. النهارده الفريق هيخوض تدريب الساعة 6 مساء ضمن طبعا الاستعداد للمباراة، وكمان هيكون عنده مباراة يوم الجمعة امام سبورتنج ايضا في الاسكندرية. ان شاء الله يحققوا نتيجة ايجابية في المباراتين ويرفعوا عدد نقاطهم في بطولة الدوري. ايضا سيدات كرة اليد النهاردة عندهم تدريب الساعة 6 مساء استعدادا للمباراة القادمة اللي الحقيقة هتكون امام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري. زي ما احنا عارفين ان هم بدأوا خلاص في مرحلة المباريات المجمعة، والحقيقة ان كلنا عارفين ان مباريات نادي الزمالك بيكون ليها طابع خاص والفوز فيها بيكون ليه طعم خاص، لكن احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في سيدات كرة اليد وان شاء الله يحسموا المباراة لصالحهم. خلونا دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة ايضا بيواصلوا تدريباتهم النهاردة الساعة 5:30 مساء استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون امام فريق الصيد بنادي الصيد يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري. والحقيقة المباراة دي مميزة جدا لان لو سيدات كرة الطايرة قدروا يحسموها بنتيجة ايجابية لصالحهم هيكونوا حسم
حسموا بطولة الدوري لهذا الموسم. الحقيقة أنه كمان سيدات كرة الطائرة حتى الآن محققين العلامة الكاملة، قدروا يفوزوا في جميع المباريات، وإن شاء الله يكملوا على هذا المستوى عشان يكونوا حسموا بطولة الدوري بدون ولا هزيمة. والحقيقة أنه هو ده يعني لا جديد يذكر، هو ده سيدات الحقيقة ذهب سيدات كرة الطائرة. كمان الحقيقة سيدات كرة السلة عندهم النهاردة مباراة أمام الشمس ضمن منافسات بطولة الدوري، دي طبعا الدور الربع النهائي من بطولة الدوري. زي ما احنا عارفين انه بيتلعب best of three، يعني هم لعبوا المباراة الأولى وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة إيجابية بنتيجة 71-64. النهاردة هتكون تاني مباراة، لو قدروا سيدات كرة السلة يحسموا المباراة لصالحهم مش هيكونوا محتاجين يلعبوا المباراة الثالثة، وهيكونوا تخطوا عقبة نادي الشمس وبيقربوا بقى خطوة أكتر من حسم بطولة الدوري. طبعا بتمنى لهم كل التوفيق في مباراة النهاردة وإن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية. دي كانت أخبار الفرق الرياضية. كمان معانا خبر ليه علاقة بالأنشطة داخل النادي. اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية بالتعاون مع الشركة القابضة للماء بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتعلن عن إقامة الحقيقة فعالية غدا بفرع مدينة نصر تحت شعار كل نقطة بتفرق. طبعا خلال الفعالية هيتكلموا عن ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها. اليوم هيبدأ الساعة 3 العصر حتى 9 مساء، هيكون في أنشطة مختلفة، أنشطة ترفيهية وكمان تفاعلية. والحقيقة هو هيكون يوم مميز، فياريت جميع الأعضاء يكونوا متواجدين ويشاركوا في هذه الفاعلية. يعني دي كانت أبرز وأهم أخبار الفرق الرياضية وكمان الأنشطة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. كلها أخبار حلوة وإيجابية يا هنا، أنا بشكرك جدا على التغطية دي حبيبتي، شكرا ليكي. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزة مريم سميحة اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية سواء في الصحف أو المواقع المحلية والعالمية. والحقيقة منهم خبرين يعني اللي يخصونا من ضمن قائمة الأخبار، خبر عن مؤمن زكريا وخبر ليه علاقة بمحمد صلاح، فنعرف بقى التفاصيل من مريم. مريم صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. جولة صحفية جديدة يعني لأبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر جريدة الشروق. البداية من بوابة أخبار اليوم، مؤمن زكريا ضيف شرف كأس الإمارات ويسلم الكأس للبطل. أكد طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية أن نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا سوف يسلم كأس يعني الإمارات للبطل، وكمان أعلنت رابطة المحترفين أنه سيكون ضيف شرف للرابطة في نهائي كأس الخليج العربي وكمان هو كأس الخمسين، وتجمع المباراة النهائية لكأس المحترفين الإماراتية بين النصر وشباب الأهلي. كمان مع العلم أن الفريقين يعني اتقابلوا في المباراة النهائية للنسخة الأخيرة موسم 2019-2020 وتوج النصر باللقب بعد فوزه 2-1 على شباب الأهلي. وقال الشبيبي أن الخطوة دي مش جديدة طبعا يعني على الاتحادين، وده مش أول تعاون خاصة بعد استضافة مصر للسوبر الإماراتي وكمان استضافة الإمارات للسوبر المصري. كمان قال أنه أعرب كمان عضو مجلس إدارة شبيبي أنه رابطة المحترفين يعني أعلنت عن أمنيتها أنه يظل هذا التعاون مستمر خلال الفترة المقبلة ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الإماراتي. من موقع الشروق، صلاح يسجل وليفربول يخسر، ريال مدريد يضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال. يعني طبعا وضع فريق ريال مدريد الإسباني قدما نحو التأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ليفربول بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة. ويلتقي الفريقين كمان يوم 14 إبريل الجاري في مباراة الإياب. يكتفي ريال في المباراة المقبلة انه هو يعني يتعادل او يفوز باي نتيجة او يخسر بفارق هدف واحد، اما ليفربول فطبعا بيحتاج للفوز بهدفين نظيفين للتأهل للمرحلة التالية او الدور التالي. كمان يلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي ستقام اليوم ما بين تشيلسي وبورتو. ويعني عايزين نقول ان بدأ ريال مدريد بضغط هجومي جدا خلال المباراة مكثف، وده اللي تسبب في يعني
احرازه لهدفين في الشوط الاول. كمان حاول ليفربول ان هو بعد الهدفين ان هو يفرض سيطرته بشكل كبير، بس لم يشكل اي خطوره على مرمى ريال مدريد، واللي توسط محاولاته الهجوميه كمان على مدار المباراه. وفي الشوط الثاني كثف فريق ليفربول المحاولات الهجوميه الخاصه بيه وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقه 51، وفي الدقيقه 65 يعني شهدت المباراه الجول الثالث لفريق ريال مدريد. من جريده الشرق الاوسط، برشلونه يضغط على اتلتيكو في الصداره، وكومن يثق بالفوز في المباريات المقبله. اصبح برشلونه على بعد يعني نقطه واحده فقط من اتلتيكو مدريد المتصدر بعدما فاز على بلد الوليد ب يعني 1-0 في ختام المرحله ال 29 من الدوري الاسباني. شايفين يعني ان دي، او الشرق الاوسط شايف ان دي افضل طريقه يتحضر بيها يعني طبعا الفريق كالتالي لموقعه الكلاسيكو اللي هتقام يوم السبت المقبل ما بين يعني بينه وبين غريمه ريال مدريد لحامل اللقب. اكد كمان الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونه ان فريقه يملك الامكانيات كلها للفوز في المباريات المتبقيه وهم 9 مباريات. كمان قال ان هو سيظل يقاتل بكل قوه من اجل حصد اللقب. وعن عدم ظهور برشلونه طبعا يعني بالمستوى المتوقع من قبل الجمهور امام بلد الوليد، اكد كومان انه يعني هم ما كانوش في حاله جاهزيه تم، يمكن ده للتوقف الدولي عموما اللي موجود، لكن اذا عدنا الى ما كنا عليه وده اللي قاله كومان يعني هيكونوا بوسعهم الفوز بكل المباريات المقبله. والمباراه يعني بتاعه بلد الوليد هو شايف انه هي بتمثل درس كبير جدا بالنسبه للفريق ان هم يكونوا حاسمين ولا يتسببوا في اهدار الفرص المبكره اللي كانت موجوده في المباراه. هو قال كمان ان هم لم يبداوا بشكل رائع في المباراة، ولكن يعني تحسن مستواهم في الشوط الثاني. وكان قال كمان ان هي كانت مباراة صعبة جدا ولكن يعني حصل فيها فوز مستحق، وان هو كان كمان يعني واثق في هذا الفوز. من جريدة الراي الكويتية، تشيلسي يخشى مفاجآت بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تأكيد تفوق أم رد اعتبار. يعني فعلا جريدة الراي الكويتية عملت تقرير عن المباراة وكمان قالت أنه بعد أقل من 8 أشهر على المواجهة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الماضي، يصطدم بايرن ميونخ كمان مع الألماني حامل اللقب مجددا مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في ذهاب الدور الربع النهائي للمسابقة القارية العريقة، حيث يسعى الأول لتأكيد تفوقه فيما يأمل الثاني في رد الاعتبار. كمان يخوض بايرن مباراة في غياب هدافه طبعا ليفاندوفسكي اللي عانى إصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، وبيغيب كمان سيرج جنابري بسبب إصابته بفيروس كورونا حسبما طبعا أعلن في المؤتمر الصحفي. وفي ظل غياب ليفاندوفسكي وكمان جنابري فإن فليكس هيعتمد على الأرجح على التشكيلة يعني هي اللي خاضها في مباراة القمة ضد لايبزيج. قبل ختام جولتنا الصحفية طبعا زي ما عودنا مشاهدين عايزين نفكرهم بأبرز مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري، الجونة وطلائع الجيش في تمام الساعة 3 عصرا، كمان وادي دجلة والبنك الأهلي في تمام الساعة 7 مساء، والإسماعيلي والمصري في تمام الساعة 9 مساء. أما بالنسبة لمباريات شامبيونز ليج، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 9 مساء، كمان بورتو وتشيلسي في تمام الساعة 9 مساء، وأخيرا يعني في الدوري الإسباني ريال سويسيداد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة 9 مساء. دي كانت جولة لأبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر جريدة الشروق. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سبيح، وصباح الفل عليك. الخبر بقى اللي جاي خبر أنا عاجبني جدا بصراحة، لأن حتى لو إحنا هنتكلم إن الرياضة أكيد أخلاق وسلوكيات والموضوع أو الخبر اللي جاي مرتبط بده، بس أنا سعيدة إن ده طبق وأتمنى إن ده كمان يطبق عندنا. الخبر بيقول إيه؟ الاتحاد الدولي للدراجات استبعد لاعب سويسري تحديدا اسمه مايكل شير من المنافسة. عشان عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ غلط في السباق مثلا، راح منطقة غلط، اتخانق مع زميل تاني، كل ده لا، علشان رمى ازازة مية في المكان الغلط وهو اثناء السباق.
انا بكلم بجد، رمى ازازه الميه على الطريق مش في المكان المخصص. ده بموجب بقى ايه القواعد الجديده للاتحاد الدولي للدراجات اللي دخلت مفروض حيز التنفيذ في 1 ابريل. مفروض انه لا يسمح لراكبي الدراجات اثناء السباقات رمي اي نفايات الا في مناطق محدده. ده خليني اقول لحضراتكم يمكن اول عمل يعني يتم كده بعد او اي اول حاجه تحصل بعد ما طبق هذا القانون ده، يعني اول لاعب يتاثر بهذا الشكل بعد هذا القانون. فالقصه هنا كمان ان انت هنا الغرامه بقت من كام لكام؟ اكيد الغرامه المفروض اللي اتحطت من 200 ل 1000 فرنك سويسري. عارف ان الفرنك السويسري بكام مصري؟ كام؟ ب 16 يعني 16.9 يعني لو هنتكلم 1000 فرنك عشان رميت حاجة مش في مكانها، نفايات أو إزازة ماء مش في مكانها، يعني هتدفع لك بتاع 17,000 جنيه، 16,900 يعني. ده عشان رمى إزازة مية في المكان اللي مش مطبق ليها. فهو زي ما كنت بقول لحضراتكم كده أصبح أول متسابق بيطرد من السباق بموجب القواعد الجديدة الموضوعة. فدي حاجة كويسة لو اتكلمنا عن الرياضة، إن هي أكيد لازم الرياضة تبقى أخلاق قبل كل شيء. ولكن على الصعيد التاني في دول صارمة جدا في وضع القوانين، في دول ما بتهزرش. المواطن اللي مش هيحترم قوانينها لازم هيدفع الثمن. وإحنا على فكرة عندنا برضو قانون زي ده، إحنا عندنا قانون كده. انا مش بتكلم ان احنا من الدول اللي مش عندها مثلا قانون بيغرم فاعل زي ده او مواطن زي ده لو رمى اي حاجه في الشارع، لا ده موجود. بس يمكن بقى ايه الناس بتستسهل، الناس مش حاطه في بالها، ما تعرفش في سلبيه موجوده. بس عارف لو الغرامات كانت كده يعني تدفع فيها رقم كده، تخيل انت عشان ترمي ازازه ميه لم في الحاله دي لو الكلام ده اتطبق. والله العظيم انا بقول فعلا هيبقى في دخل كويس جدا للدوله، لان انت هتلاقي على بال ما الناس تلتزم هتكون صرف كتير ومصلحه من كل النواحي، كل الزوايا بالظبط. يعني هتحصلي على دخل كبير يتوظف في حاجات صح، وثانيا هنتعلم غصب عننا. خلي بالك احنا للاسف الشديد يعني هوند، ودي مشكله كبيره جدا، واكيد انت شخصيا لاحظتيها في اي سفريه ليكي بره، احنا بنلتزم هنا قوي قوي وبنفكر 1000 مره قبل ما حد يرمي مثلا عقب سجاره او يرمي منديل. صح. نفس الشخص ده لما بيكون موجود هنا عادي جدا ممكن يرمي اي حاجه، كان بلده دي مش مهمه، كانه مش خايف على البلد، مش فارقه معاه. لا السلوكيات اقسم لك بعزه جلاله الله، انا مره انا هوند من مثلا قولي 9 شهور 10 يعني اقل من سنه حاجه كده يعني، وكنت ماشي على كوبري اكتوبر وكان في ميكروباص، وكان المسافه ما بين الطلعايه بتاعه كوبري اكتوبر من ميدان التحرير لغايه المنزل بتاع غمره، انا في المسافه دي كلها انا بحاول اعمل ايه؟ بحاول الحق سواق الميكروباص ده. ليه؟ عشان اخر واحد خالص قاعد في الميكروباص قاعد جنب الشباك الشمال مدلدل ايده، وحياه المصحف الشريف زي ما بقول لك كل 3 ثواني الاقيه بيسقط حاجه شكل، مره كيس اللي هي البطاطس المقرمشات، مره كيس فاضي، مره ورقه، مره علبه سجاير. ايه ده؟ يعني الراجل ده المسافه دي لوحدها اقسم لك بالله ذروه الكوبري. في ناس زي كده بيعملوا كده كتير، ودي حاجه على كل المستويات. ليه نعيش في جو مش نظيف اصلا؟ يعني ليه؟ يعني ازاي ده في ناس بتستعذب هذا الامر، في ناس عينها اتعودت على القبح باختصار. صح. يعني انا بتفق معاك، واتمنى فعلا القانون اللي عندنا يطبق بشكل فعلي وصارم، علشان فعلا كل مواطن بعد كده عنده نوع من السلبيه ان هو يلتزم بقى. حتى هنا بنقول غصب عنه، ما يبقاش فيه رفاهيه الاختيار، سواء انا عشان تربيتي كده فانا ما برميش في الشارع، لا حضرتك هتلتزم لان دي دوله انت لازم تخاف عليها، دي بلدك لازم تخاف عليها، مش مباح ان انت ترمي كل حاجه في الشوارع بهذا الشكل. يعني. كلام مظبوط 100%. ولغايه لما القانون ده يطبق ويتفعل، تعالي بقى نروح نتكلم عن الاستعدادات المتواصله في الصين للاولمبياد الشتوي 2022، وتحديدا لعبه التزلج السريع على المضمار القصير. شفت اسم الرياضه دي؟ جميل. التزلج السريع على المضمار القصير، خدي بالك من الكلام. حيث اجرى منتخب الصين للتزلج السريع ميرانو الرسمي الاول في قاعه استاد العاصمه، طبعا ضمن فعاليات اختبار جاهزيه الملاعب الموجوده هناك لاولمبياد بكين الشتوي 2022. نروح بقى لكره السله اللي فاز فريق بايلر فيها، حيث فاز عفوا فريق بايلر بيريز فيها بكأس دوري الجامعات الأمريكية ده لكرة السلة رجال على غونزاليس بولدوكس تحديدا هنا 86 نقطة مقابل 70 في المباراة النهائية اللي كانت بينهم، وأحرز جارد باتلر 22 نقطة في أعلى هنا رصيد بقى في المباراة.
طيب بالنسبة لكده الفقرة الإخبارية هي خلصت، ولكن قبل ما نروح بقى فاصل ونبدأ فقراتنا الحوارية، خليني يعني أراجع مرة تانية أو أنوه مرة تانية عن سؤال السوشيال ميديا، لأن يوم الأربعاء دايما بيكون يعني اليوم الخاص بفقرة السوشيال ميديا. إيه أكتر حاجة فرحت حضراتكم مع الأهلي؟ إيه اللحظة اللي أنتم مش قادرين تنسوها؟ إيه اللحظة اللي خلتكم تبكوا فرحا مع الأهلي، سواء مباراة زي ما كنت بقول، كواليس، مشهد معين حصل؟ خلونا نسمع منكم، بس حاولوا يعني في إجازة يبقى سطر أو سطرين، مش قصة كاملة عشان نلحق، بس إن إحنا طبعا نقرأ على يعني على قد ما نقدر كم كبير من الحاجات اللي هتتبعت. دي هتكون إن شاء الله في آخر 10 دقايق في الحلقة النهاردة، لكن أول حلقة هتكون أول فقرة هتكون معانا الفقرة الخاصة بي بقى الجيم في رمضان، وأعتقد الفقرة دي هتكون مهمة جدا للسيدات تحديدا، لان في للاسف وما انتم محظوظين شويه في الحته دي لكله، على فكره كله هيهتم بالموضوع. لا بس اقول لك على حاجه اكتر، السيدات بيكون وقتهم اضيق، خلي بالك بيبقى عليهم التزامات طبعا. بيبقى العزومات والاطفال والحاجات اللي زي كده، فممكن ان هم يكونوا اكثر عرضه لزياده الوزن في رمضان، فاعتقد الفقره دي هتكون مهمه، وهنركز كمان على النقطه دي مع كابتن شريف ناجي، هو مدرب لياقه بدنيه. فاصل سريع ونرجع نكمل. رمضان دايما بيبقى حاجة من الاثنين على الناس، من ناحية الغذاء يعني أو من ناحية الأوزان، يا ناس بتتخن جدا يا ناس بتخس جدا، وده عايزين نعرف سببه وده عايزين نعرف سببه، وناس تانية بتبقى مرعوبة ان هي عشان الحلويات والعزومات اللي زي كده ان هي تخرج عن مسارها تماما، بالذات اللي عندهم امراض، في ناس عندها سكر، عندها ضغط، حاجات زي كده، فبيبقوا خايفين وفي نفس الوقت مش عارفين يعملوا ايه، والإرادة بطبيعة الحال بتبقى شوية ضعيفة برضو، فعايزين نستفيد على قد ما نقدر يعني في الفقرة دي، ونرحب طبعا بكابتن شريف ناجي مدرب لياقة بدنية، ونحاول نربط كده شوية رمضان بالرياضة وربما تعوض الأكل أو كم الأكل اللي بيحصل. صباح الخير في البداية، منورنا. صباح النور، رمضان كريم. الله رمضان كريم علينا. زي ما حضرتك قلتي في الأول، موضوع إرادة خلاص، وفعلا رمضان بيعدي على ناس يا اما بتاخد التراك الصح يا اما بتاخد التراك الغلط، وده دايما بيكون بسبب معتقداتنا في رمضان. احنا اهم حاجه عندنا ترابيزه السفره، لازم تبقى مليانه عليها كل حاجه، وده طبعا اكبر حاجه غلط. ليه؟ لان ده بيسبب لنا ايموشنال ايتينج، يعني يجي اول يوم رمضان لازم الترابيزه تبقى مليانه، ننزل نعمل شوبينج لرمضان لازم نجيب كل حاجه، ولا كانه الترابيزه والكراسي اكل احنا نقف مش مهم فعلا وكانه اخر يوم هناكل فيه، يعني ترابيزه من اولها لاخرها. رغم كده ان الصيام اوريدي بعد اول كام يوم بيسبب لك ان المعده الابيتايت بيكون خلاص حصل لها شرينكينج دائر، مش قادره تاكلي بعد 14 ساعه من غير اكل وشرب، المعده ما بتطلبش، وهو ده فايده الصيام، وهو ده اللي بيخلي العالم كله اساسا يتجه على الصيام المتقطع نتيجه او ديبند على رمضان. طب منين المعده بتنكمش ومنين في ناس بتزيد في الوزن؟ بتزيد في الوزن بقى لان هو ده الاختيار، فكره في اختياراتنا. انا اول ما بقعد على ترابيزه السفره ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتحصل كارثه معجنه بتحصل فعلا، اول حاجه بتحصل كارثه العصير السكر. حضرتك حتى لو فريش طبعا طبعا يعني. فكره السكر حتى لو عصير قمر الدين، ما هي دي الفكره، انت عايز تسحب مننا قمر الدين اللي مش بنشربه غير بالرمضان ما هو ده اللي انا خايف منه، ان انا بقول للناس ايه عكس معتقداتها، ما هي المشكله ان دي هابس احنا كلنا تربينا عليها. امال الصح ايه بقى؟ الصح ان انا ما ينفعش استفز الانسولين في جسمي، ما ينفعش اول ما ابتدي بحاجه اديله دفعه سكر جامد قوي. حضرتك هو نايم، ما ينفعش لما اجي اصحيه اروح رشه بميه يعني في وشه، يعني ناخر السكريات لازم سواء كانت عصير او حلويات. بالظبط، هو رمضان يعني صيام اسلامي، يعني ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيفطر بتمرايه وبعد كده بنصلي وبعد كده نرجع ناكل، فدي خلاص ادت سيجنالز، ادت اشارات للمعده ان هو هيدخل لها اكل. اوكي، فالمعده هيئت نفسها، فاللي بيسيب الثلاث او الخمس دقائق او تفر المده بتاعه الصلاه ويرجع تاني، يرجع بقى على وجبه طبق مش طبق، يقعد بقى ياخد منه من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، وي وي وي، لا حدد حضرتك عايز تاكل ايه زي اليوم العادي. حضرتك يومك العادي بتروح البيت محضر الاكل، طبق رز، طبق فراخ، طبق خضار، وتفر انواعه ايه، او يعني ستارشز يعني كربوهيدرات، بروتين،
خضار. طيب احنا عايزين يحصل كده في رمضان، احنا مش عايزين يبقى الطبق فيه بشاميل وفي كفته وفي بانيه وفي 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 وفي. فالمعده بيحصل لها ستريس رهيب لان يا فندم المعده قاعده من 15 ل 16 ساعه ما بتشتغلش. ففجاه حضرتك بتيجي بكميه الدهون الثلاثيه، كميه الكربوهيدرات، كميه البروتين، كميه كل حاجه دي، وبتروح جاي ضغط عليها وقبليها ضغط عليها بعصير، وجاي بعد كل ده الناس عايزه تتفرج على المسلسل وترجع تاني سكريات، تروح جايبه على محوله على السكريات. السكريات اكبر كارثه. بلح الشام بالظبط اكبر كارثه، بلح الشام، الزلابيا، الكنافه. ليه؟ لان دي خلاص دي ما فيهاش نقاش في عمليه هضم. يعني الفاتس الدهون ليها نقاش في عمليه هضم على حسب حضرتك حرقك، حرق حضرتك، كل واحد فينا يختلف والجينات هي اللي هتكسب. انت شايف علامات الاحباط اللي اترسمت على وشها؟ جدا. وعلى فكره الاحباط ده مش على وشها بس، الاحباط ده على اي حد انا بكلمه على رمضان بلح الشام ده. هنعمل ايه بلح الشام؟ طب يا كابتن شريف، بالمناسبه بند الاكل والفطار والتعامل مع الاكل في رمضان اكيد هنرجع له، ده طبعا ملف في منتهى الاهميه. انا بس عايز اخدك براه لثواني، هنتكلم برضو على موضوع بيخيلي ان هو يهم ناس كتير جدا طبعًا. سواء الرياضيين اللي بيلعبوا طبعًا. رياضات بشكل منتظم، او حتى الناس اللي بتروح الجيم باستمرار طبعًا. في رمضان الدنيا بتتكعبل، ما بيبقوش عارفين الصح ان احنا نروح الجيم قبل الفطار ولا بعد الفطار، هل نلعب واحنا صايمين ومفيش ميه بجسمنا ولا نستنى لبعد الفطار، ولو بعد الفطار نروح بعد الفطار بكام ساعه. يعني الملف ده عموما فكره الجيم بالزبط. في رمضان لان في ناس يقول عارف كده يقول لك قبل الفطار احرق اكتر، انا بحس ان ده تعب جدا. خلينا نوضحها بشكل علمي خلاص، نبسطها للناس عشان الناس تبقى فاهماها مش واخده اوردر. يعني حضرتك احنا قعدنا صايمين 14 ساعه واحنا دلوقتي في الساعه اللي هي قبل الفطار اللي هي الساعه 15. حلو. الجسم ما فيهوش ميه فاوريدي الجسم في حاله جفاف. فحضرتك احنا لما بنروح نعمل رياضه اهم حاجه بتحصل اثناء الرياضه هي ايه؟ مية. ان انت تشرب ميه طبعا. وتشرب ميه كتير طبعا. ودايما احنا يعني في الميدل ايست دي مشكلتنا شرب الميه. لو روحنا ناحية الغرب شوية بيروحوا الجيم، يعني لما بنسافر برا لو حد سافر بيروحوا الجيم بجالونز مش بأزايز خلاص. فإحنا أوريدي دي عندنا مشكلة، أو عندنا إن إحنا مش فاهمين قد إيه المية مهمة. فالساعة الخمستاشر دي الجسم بيحتاج لكل نقطة مية فيها، فأنا إزاي هروح التمرين أخلي الجسم يتخلص من شوية المية اللي هم أساسا بيعملوا سيرفايف، يعني بيحاولوا ينقذوا الأعضاء الداخلية بتاعت الجسم الأورجنز. فأنا كده ده ممكن يسبب لضغط عالي، لهبوط حاد في الدورة الدمية، ساعات يؤدي لمشاكل وفاة. وعلى فكرة عندنا أمثلة من الممثلين ومن المذيعين يعني توفاهم الله آخر سنتين، في آخر سنتين الله يرحمه ممدوح عبد العليم كان آخرهم، وعمر صديقي طبعا الله يرحمه، ويعني وكذا حد اتلحق. فده دليل على إيه؟ ده دليل إن ما ينفعش. إحنا عندنا نوع من الرياضة هو اللي ينفع قبل الفطار بين 30 ل 40 دقيقة فقط، وهو المشي. سواء كارديو او في تراك او هو كارديو، نوع من الكارديو اللو انتنسيتي اللي هو الخفيف. النقطه اللي حضرتك بتقولها دي يا جماعه يا ريت انا بطلب بس من الاعداد لو تنزل سترابا، لان دي في غايه الاهميه. ده تصريح عن كابتن شريف، الجيم قبل او الرياضه قبل الفطار في غايه يعني الخطوره. يا ريت دي نزلها عشان بجد ده موضوع فعلا يعني ناس كتير جدا بجد بنشوف ناس بتلعب كوره قبل الفطار، بنشوف ناس كتير اعرفهم حتى بيروحوا الجيم قبل الفطار. انا طول عمري بقول ان ده غلط، ده احساسي يعني من غير حتى هو فعلا هو فعلا غلط. بس هي فكره ان احنا رياضه الجيم حضرتك بتروحي تعملي ستريس على عضله معينه طبعا. فالستريس لما انا بروح اعمل مثلا سي انا عملت ستريس على البايسبس، فانا لما بتمرن بشده عاليه بعد 10 دقائق ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فيها ماسل بامب. طب البامب ده العضله بتكبر جايز تكون الضعف كمان. طب ده بيحصل ازاي؟ نتيجه ان اللاكتيك اسيد بيروح يبعت ميه للعضله والقلب بيحس بستريس في عضله معينه فيبعت لها فلويدز، بيبعت لها دم، الدم ده بيبقى فيه الغذاء فبيروح موجهه على طول للعضله. طب احنا حضرتك محتاجين ده في مناطق تانية. طيب يبقى نروح الجيم بعد الفطار بقد ايه؟ مش اقل من 45 دقيقه وعلى حسب فطاري. انا لو فطران خفيف يعني كميه نشويات صغيره، كميه بروتين صغيره، كميه دهون صغيره خالص، اوكي ممكن ابتدي من اول 105 يعني اول ساعتين الا ربع كده خلاص، ساعة ونص ساعتين الا ربع يعني مش قبل ساعتين، وابتدي شدة التمرين شدة التمرين تزيد. طيب في سؤال، لو مثلا انا هروح الجيم قبل الفطار على طول يعني مش هدي نفسي فرصة ان انا اتعب بقى، هل برضو غلط قبل الفطار على طول مثلا؟ غلط جدا. هو لو ربنا بيسلم
فده يعني الحمد لله. الخطوره مالهاش علاقه بالتوقيت. لكن احنا بننصح دايما الناس اللي عايزه تنقص وزنها ان احسن معاد للكارديو عشان الجسم بيكون بيحرق من مخزون الدهون بنسبه اكتر من 100% النص ساعه اللي قبل الفطار. حضرتك انا بتمشى بعمل كارديو تمشية شدة خفيفة يعني ما عملش سبرانس ما عملش حاجات شدتها عالية هاي انتنسيتي هاي انترفلز على الهادي يعني بالظبط. طيب بالنسبة للسيدات بقى لان السيدات يعني بنسبة اكبر اعتقد في رمضان ممكن يكونوا عرضة لزيادة الوزن انهم بيبقى عندهم مسؤوليات اكتر حتى لو بتشتغل بيبقى عندها بعد كده ان هي تجهز السفرة وحاجات زي كده وانت عارف في مصر يعني الرجالة مش بتساعد قوي. دي حقيقة زعل والله بنشيل وبنحط من على السفرة يا ريس وناكل وفي بعض الأحيان بنغسل الأطباق كمان في الآخر ما بيتشافش عندنا كلنا ماشي في كل بيت. فالمهم فهم بيكونوا شوية عرضة أكتر إن هم يعني يزيد وزنهم يعملوا إيه يعني في أي نصايح معينة ممكن حاجات تدريبات في البيت أو أكلات معينة أو مثلا شرب حاجات معينة. أول حاجة أنا هنصحها فعلا الستات حرقها موست بروبلي بيكون اضعف من الرجاله فهي اي حاجه بتعملها غلط على طول بتبان عليها خلاص فده دي حاجه خلاص احنا مسلمين بيها كلنا يعني دي سنه الحياه. فاحنا ننصحهم في الاختيار زي ما احنا لسه قايلين من شويه بنعمل فلاش باك ننصحهم في الاختيار يعني يا سيدتي لما تيجي تفطري ما تمليش طبقك على الاخر حضرتك عامله مجهود جبار يخليكي تحرقي دهون بشكل كويس جدا قبل الفطار حضرتك عامله مجهود جبار جبار وقفه المطبخ دي في الحر والصهد والمالتي فانكشن بتاع الدماغ ان انا اسوي ده واعمل ده واشيل ده ولو في ولاد وفي ستريس فانا عايز استغل ده ان انا احطه في 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 التراك الصح ان هي بقى اذا كملت كده لان المساله مساله نفسيه بحت وهي نفسية هي هو رمضان صح. هو رمضان ارتباط نفسي ارتباط نفسي بالاكل انا ليه بروح اعمل شوبينج برقم كبير جدا عشان احطه على ترابيزه السفره ده فيا فندم ما تحطيش ده طبقك البورشنز اللي هتشبعك وكويس بلاش عصاير برضو بلاش عصاير دي برضو بلاش. انا عايزه التصريحات حضرتك بتقولها دي في غايه الاهميه يا جماعه بليز تنزلوها لنا استرابات لو سمحتوا يعني العصاير برضو حضرتك من الحاجات المضره وندي الناس برضو اوبشنز عشان برضو ايه ما نخنقش على الناس قوي واحنا مش بنديها حلول. على فكره بيبسي الدايت احسن مليون مره من البيبسي العادي ومش عايزين نتطرق لقصه بجد الصودا بجد اصل دي نقطه برضو مهمه في ناس تقول لا في ناس تقول ده زي ده صح انت بتسمعها انا عشان ما مش بستطعم ما بحبش طعم الدايت عموما اي مشروبات غازيه بطعم الدايت يعني او بتكون دايت ما اعرفش انا بستغرب حتى اللي بيحبوا طعمها. بص يا استاذ كريم خليني اقول لك على حاجه المساله دي في الاول بعد كده هتعتاد عليها لان حضرتك حابب لو حد بيحب البيبسي فهو حابب الماده بتاعت البيبسين. ما تيجي نقول مشروبات غازيه مشروبات غازيه عشان ما يبقاش بس احنا غرقنا الدنيا اعلانات احنا لا سوري صح احنا يعني بنتكلم على الماده هو ده اسم الماده نفسها بالمناسبه يعني مش قصدي على المنتج بيبسين ماده البيبسين خلاص الماده دي احنا بنحب طعمها فموضوع السكر ده الراشنج بتاع السكر ده حضرتك بعد اول اسبوع هتتجاوز الموضوع وموضوع فعلا الصودا الدايت هو السكر فيها ده سكر محلى مش سكر وعلى فكره الحاجات دي خاضعه لوزاره الصحه العالميه خاضعه لمليون اختبار مستحيل بنسبه 1% ان هو يبقى غلط خلاص لان دي مش مساله دوله دي مساله عالميه دي اورجانيزيشنز واحنا خلينا نقول ان في ناس ما بتحبش الصودا كتير فخلينا برضو نديهم اوبشن تاني يا جماعه ليموناتا بسكر دايت متحليه بسكر دايت بنعناع بتلج اوكي يعني بالبلدي كده شفشق خلاص يتحط نروي بيه عطشنا وناخد برضو منها الاملاح والمعادن اللي الجسم عايزها وبرضو ايه ندي المعده بس ايه بريك اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الاربع خمس دقائق ده هو مش الليمون بالنعناع بيعمل مشاكل عند نوع معين من البني ادمين اللي عندهم كعبلات في المعده طبعا طرح معده التهابات في جدار معده مظبوط طبعا 100% وعشان كده برضو ارجع لحضرتك واقول لك الليمون ما يبقاش كتير أوكي. يعني فعلا انا كنت راجع لحضرتك اقول لك الليمون يبقى النعناع اكتر من الليمون اوكي خلينا برضو نتطرق ان الناس اللي عندها المشاكل دي برضو في عصاير كتير من الانواع التانية من غير ما ندخل في التفاصيل برضو هتسبب لها المشكلة فهو اساسا الناس اللي عندها مشاكل في المعدة بالذات القرح هي مية يبقى بننصح في الحالة دي مية بس وندي المعدة البريك ده لان ده برضو مهم جدا وبعد كده نرجع تاني لان عنده مشاكل المعدة اما بيجي يعمل استرس الريسك بتاعه بيتضاعف عننا احنا الطبيعيين بيتضاعف جدا حضرتك لو اكلت اكلة كبيرة يعني تقلنا شويه وحضرتك ارتحت ساعه 2 3 مش لاقي نفسك برده مرتاح ممكن توصل معاك ان حضرتك مش عارف تتصحر ما هو ده نتيجه ان انا عملت عليها ستريس زياده عن اللزوم قوي بالمناسبه
اتفضل. السحور برضو نقطة مهمة لأن ده اللي هيتبني عليه يعني حجم مقاومتك للجوع والعطش تاني يوم. أقول لحضرتك نتسحر إيه؟ إيه السحور الأمثل؟ إحنا كمصريين بنتسحر صح قوي وبنفطر غلط قوي. وعلى فكرة النتيجة دي مش عشان احنا قصدين نعملها، النتيجة دي عشان احنا بنضغط في الفطار فما بيبقاش عندنا نفس في السحور، فلما بنيجي نتسحر بناخد حاجات خفيفة. فمعظم المصريين بيتسحروا زبادي لايت او زبادي عادي يعني شوية فول صغننين، شوية جبنة قريش، شوية بيض، ومثلا نص رغيف بلدي. وعايز اقول لك ان ده السحور الامثل. يعني الجبنة القريش، البيض، شوية فول صغيرين، شوية كاربز يعني عيش او توست او ايا كان برضو صغيرين لان احنا هننام. فانا ما ينفعش اتقل خالص يعني ما تتسحرش من الفطار بقى. في ناس تتسحر الحاجات الله يكون في عونهم اثناء الصيام بالذات لو بيشتغلوا الله يكون في عونهم لان حضرتك الاملاح اللي في الوجبه دي هتقتلهم تاني يوم. صح، بتفق مع حضرتك. على كل حال الوقت بيجري فعايزه بس اروح مع حضرتك اخيرا كده لاخر نقطه. يعني الناس اللي هي ما بتشربش ميه كتير وما لهاش حل وما بتروحش الجيم وملهاش حل، في شخصيات كده، عشان برضو اخر سؤال نختمه بده، يعملوا ايه؟ حضرتك جيتي لاهم موضوع. موضوع الميه. موضوع الميه هو اهم حاجه في رمضان اوريدي، لا لرياضي او غير رياضي. الرياضي لو عايز يحافظ على عضلاته وينزل دهون اكتر لازم في الاوقات ما بين الفطار وما بين السحور يشرب اكبر كميه ممكنه من الميه. وده على فترات، مش يعني ما يقعدش يضغط نفسه بالميه. يعني قدامه كوبايه يخلصها، بعد كده جسمه هيعوز كوبايه تانية لان الاملاح والمعادن اللي في الميه بينشفوا الريق. فاللي معود نفسه على شرب الميه هيفضل يشرب ميه، واللي مش معود نفسه على شرب الميه مش هيعرف يشرب ميه لانه مش هيحس باحساس العطش. هو ما فيش حد في البيت جوه بيحس باحساس العطش، صعبه الا لو الاملاح زايده عن حدها. طيب كريم، من الناس دي تقريبا ما بتشربش ميه خالص. مساله تعود، ولو حضرتك عودت نفسك ان انت كل شويه تشرب حاجه صغيره هتلاقي ريقك غصب عنك بيشرب. للاسف منين ما احس بالعطش بحس بالارتواء اكتر بالمواد اللي هو يعني الغازيه جداً. يعني المشروبات الغازيه بحس ان هي بترويني اكتر، وطبعا ما عنديش شك في ان ده غلط وتقلي الموضوع ده كتير، وبحاول يعني الى حد ما اغير من العاده دي. ودي مشكله معظم الناس ان هم ربطوا الموضوع ان هو لما يجي يعطش يشرب عصير او مش حابب طعم الميه، يعني هو جسمه بقى رافض او دماغه بقت رافضه طعم الميه، فده دايما مش صح. هي تعود، مش عدم استحسان لطعمها، وبس تحس ان المشروبات الغازيه فيها ستيم كده، تحس ان انت بتشرب حاجه، لكن ميه محايده يعني. ما هو مشكله صايصه كده ما تبقاش فاهم لها حاجه، بس بتودينا في حته كلنا مش عايزين مشاعر مش عايزين نروح فيها. معلش ممكن قبل ما نختم اسال برضو عن حاجه صغننه كده جدا. اكيد. نعمل ايه لما نكون في عزومه واحنا عندنا ده، وده بيبقى دليل على كرم يعني، ما مش بننتقد، بس في ناس دايما تضغط عليك، لا عشان خاطري كل كذا، عشان لو بتحبني كل كذا، ولا مش قادر اكل يعني، بس بيبقى لو انت معزوم عند حد بيبقى نوع من الكرم يعني، ودي عاده عندنا. نعمل ايه؟ معلش انا بسالك سؤال ربما اكيد بيتسال لك من الناس اللي بييجوا يتمرنوا معاك. ده سؤال في كل بيت. حاجه مش بتبقى بارادتنا وبيضغط علينا، نهرب ازاي؟ نعم، ده سؤال انا نفسي يعني بتحط فيه، فده الطبيعي بتاعنا. اول حاجه انا بقول ان احنا نحط في الطبق بتاعنا الكميه بتاعتنا عشان لما يعزموا علينا تاني وناكلها بطيء عشان لما يجوا يعزموا علينا يلاقوا الطبق اوريدي فيه، فانا لسه ما خلصتش وابتدي اخد من كل حاجه بسيطه على دليل ان انا دقت الاكل كله، فانا ساتسفايد خلاص، انا راضي وانا دقت الاكل كله جميل وابديت رايي ان الاكل جميل، فخلاص مش هنضطر على موضوع الدوس، لان موضوع الدوس ده يعني هو هيبسط حضرتك هتزعلي والله يعني، تيجي الساعه 10 11 هتلاقي الموضوع لسه ما اتهضمش. انت نورتنا يا كابتن شريف، واكيد هتبقى معانا تاني لان يعني الناس اكيد عايزه تستفيد لسه بمعلومات كتيره. شكرا ليك، نورتنا. صباح الفل عليك وكل سنه وانت طيب. ميرسي يا فندم. شكرا. هنستاذنكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل بقيه فقرات الحواريه. اتفضل. بعد ان ضمن الاهلي تاهله الى الدور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا بتعادل في الرمق الاخير امام المريخ في ام درمان بهدفين لكل فريق، رفع رصيده إلى 8 نقاط محتلاً المركز الثاني في الترتيب خلف المتصدر سيمبا التنزاني. أصبح من اللازم على كبير أندية مصر وإفريقيا الفوز في لقاء الجولة 6 أمام سيمبا بطل تنزانيا ومفاجأة دوري الأبطال حتى الآن،
من أجل إظهار الوجه القوي لحامل اللقب وأكثر أندية القارة السمراء تتويجا بالبطولة، كما أن جماهير القلعة الحمراء لا ترضى سوى بحصد الألقاب والميداليات في أي معترك محلي أو قاري، وأكبر دليل فوز المارد الأحمر بذهبية دوري أبطال إفريقيا 2020 والجمع بين بطولتي الدوري والكأس في نفس العام، كما حقق رفاق الحارس محمد الشناوي برونزية كأس العالم للأندية بعد أن تخطوا عقبة بالميراس البرازيلي حامل لقب كأس ليبرتادوريس. مشوار الأهلي حول طريق التأهل للدور ربع النهائي بدأ بفوز خارج الديار على سونيديب بطل النيجر بهدف المالي أليو ديانج، أعقبه فوز عريض برباعية في القاهرة. ومع إعلان قرعة دوري المجموعات جاء الأهلي في مجموعة ضمت سيمبا وفيتا كلاب والمريخ، ومن خلال 5 جولات جمع النسر الأحمر 8 نقاط من انتصارين على كل من المريخ في القاهرة بثلاثية أفشا وكهربا ووالتر بواليا، وعلى فيتا كلاب في كينشاسا بنفس النتيجة عن طريق محمد شريف وأفشا وطاهر محمد طاهر، كما تعادل إيجابيا في مناسبتين أمام فيتا كلاب في القاهرة بهدفين لكل فريق عن طريق محمد شريف ومروان محسن، وبنفس النتيجة مع المريخ في أم درمان سجلهما بدر بانون وياسر إبراهيم. لقاء الأهلي الأخير أمام سيمبا يتطلع خلاله للفوز بكل تأكيد من أجل دخول معركة الدور ربع النهائي بمعنويات مرتفعة، حيث ينتظر رفاق المدرب بيتسو موسيماني مواجهات قوية أمام سان داونز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي أو متصدر المجموعة الرابعة سواء كان الترجي التونسي أو مولودية الجزائر. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. طبعا الأهلي هيختتم إن شاء الله مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الجاي إن شاء الله بلقائه مع سيمبا التنزاني، وبعد كده يعود مرة أخرى للمنافسات المحلية سواء بقى كأس مصر أو مسابقة الدوري العام. كيفية إدارة تدوير مشاركة اللاعبين في المباريات، بمعنى مين يلعب إمتى وشمعنا، إلى جانب طبعا تفاصيل تانية كتير فنية هنتكلم فيها دلوقتي حالا مع ضيفنا العزيز كابتن عادل مصطفى نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل، منورنا كالعادة. أهلا بيك. منور أنت، منور ومنورين، وأنا سعيدنا موجود معاك. شرفنا. صباح الخير يا كابتن، وغيبة كنت معانا من شهور، يعني غيبة طويلة. لا منورنا، وعشان نتكلم في اللي جاي لازم نتكلم في آخر حاجة وقفنا عندها، ومعلش نفهم وجهة نظر حضرتك. أنا بتابعك على فكرة في الاستوديو التحليلي، بس معانا برضو عايزة أعرف وجهة نظرك فيما يختص بأداء الأهلي تحديدا في المباراة الأخيرة، وهل كده حتى لو مش هنخش في فنيات كتيرة، هل كده في أمور مبشرة القادم يكون أفضل وتدارك كمان فيه للأخطاء؟ مش عايزين نروح حته مبشره او مش مبشره، لان الفتره دي فتره مش سهله، فتره صعبه، بالذات لما توصل لاعلى حاجه للقمه في الاداء وفي البطولات، واصعب حاجه ان انت ان المدير الفني او ان الاداره تجدد الدوافع عند الفريق خارج حاز على بطوله افريقيا، دخل ماتشات كتير، لعب كاس عالم انديه، ف بيلعب في مستوى مختلف انا بلعب فيه دلوقتي، فان احنا نرجع تاني تودي للعيب او تدي للعيب دافع انه يلعب تاني على بطوله تانيه، في بطوله جديده، في بطوله كاس سوبر كمان شهر، فالجيل ده برده مظلوم في حاجات، ان الجمهور بيبقى ليه دور كبير جدا جوه الماتشات داخل المباراه، الدور ده ما بيقدرش يديه المدرب، بمعنى ان في وقت من الاوقات اللعيبه بعد بيحصلها حاله تشبع، هو البطولات مش كتير قوي عشان يحصل تشبع في الفتره الصغيره، لان احنا كنا قعدنا فتره طويله في توقف كبير، ولكن برضو الجيل ده صعب، يعني عنده صعوبه شويه، في ان الجيل اللي فات كان طول الوقت الجمهور وراه في الملعب بيسنده بيدعمه، فدي برضو نقطه يعني شويه فيها صعوبه على الجيل ده، ولكن مش عايزين نروح لحته ان هو في مشكله كبيره، لكن لا طبعا اداء مش احسن حاجه، ولكن مهم ان احنا ان الحاجات دي بانت دلوقتي، ما بانتش في مباريات مؤثره. اعتقد المباراه دي ممكن يبقى فيها تفويقه شويه، لان اللعيبه تحاول ترجع لتركيزها تاني. نقطه كويسه دي فعلا ان هي تظهر دلوقتي، فده كويس دلوقتي، ده كويس جدا، وده عادي جدا، لان البطوله اللي فاتت برده جالنا جيف في وقت كده الفريق حصل له دروب شويه، وده كل الفرق العالم بتعدي بكده، كل الفرق الكبيره بتعدي بده. في ناس كتير يعني وقفت عند فكره ان يعني حضرتك بتقول ان كويس انها حصلت دلوقتي مش في وقت لاحق، في ناس عندها يعني تحفظات على انها حصلت اصلا، يعني تحديدا بعد حصول النادي الاهلي على المركز الثالث في كاس العالم للانديه، كتير جدا من الناس كانت معتقده ان احنا هنخوض المنافسات الافريقيه واحنا سايبين ايدينا،
لا احنا عملنا الاصعب. فدي وجهه نظر خاطئه يعني طبعا. المفروض ان لكل مقام مقال في كل حاجه في الدنيا. بص شوف هناخد مثال بالفرق الكبيره اللي في اوروبا زي مثلا ليفربول او ريال مدريد او برشلونه الفرق او السيتي مان سيتي الفرقه دي بتوصل برضو للتوب فورم بتاعها، بس هو الفرق بيننا وبينهم ان هم بياخدوا وقت اطول. هو ممكن ياخد سنتين يلعب في التوب فورم بتاعته سنتين ويعني فتره اطول مننا شويه. احنا الامور يعني ده طبيعي جدا، ليفربول عدى بده، وان ليفربول دلوقتي السادس او سابع الدوري الانجليزي بيعدي بده حاليا فعلا، كان بطل اوروبا الموسم اللي قبل اللي فات. الموسم اللي فات جاله دروب شويه مع ان هم نفس اللعيبه، ولكن الامور صعبه انك تفضل محافظ على نفس الاهداف بتاعتك ونفس الاداء بتاعك فتره طويله. فعندنا في الدول العربيه او الدول الافريقيه العقليه مختلفه شويه، بتحافظ على الفورمه بتاعتك، ولكن بتيجي في وقت غصب عنك، دي سنة الحياه، هو ده طبيعي. فاللي احنا اللي موجود ده شيء طبيعي، ولكن انك تتعامل معاه ازاي هو المشكله، انه يحصل. لان المشكله انك تتعامل معاه ازاي. انت دلوقتي لازم يبقى في دوافع جديده، لازم يكون في لعيب دم جديد من اللعيبه تدخل تديك مردود احسن. ده ما يقللش من اللعيبه اللي كانت موجوده اللي كانت بتلعب فتره فاتت، ولكن هي ممكن يكون حصل له تشبع، ودي حاجه طبيعيه. هو احنا ربنا خلقنا كده، بتوصل للتوب فورم فطبيعي مش تقدر تحافظ عليه فتره طويله، بتنزل تاني عشان تعمل استعاده الشفه بتاعتك، وبعد كده تطلع تاني. استعاده الشفه دي ممكن اشتغل بيها ازاي؟ بالتدوير، ان انا في لعيبه جديد تدخل تديك مردود مختلف، ان هو عايز يبدا يدخل في السباق تاني مع اللعيب اللي بيلعب، ما يبقاش اللعيب هو طول الوقت هو بيلعب وانا بحاول اجدد له الدوافع، الامور تبقى صعبه شويه. لازم ابعده شويه عشان يبقى في اشتياق شويه لان هو عايز يرجع تاني. وانا شايف ان النادي الاهلي عنده فريق كامل، يقدر اي حد تحط اي حد موجود في الملعب، تبقى موجود في الملعب يقدر يؤدي بشكل كويس. فهي دي نقطه مهمه لازم كلنا بنتفرج عليها بمنظور الجمهور، وده طبيعي ان النادي الاهلي هو اتحط في المكانه دي. مش هتعرف لو بتلعب طبعًا. شطرنج لا، انت عايز تكسب طبعًا. بس طبعًا. وعايز تأدي كويس كمان. طب تكرار الخطه مثلا هل ده بيؤثر؟ لان كان معنا كابتن صديق وكان بيقول ان تكرار الخطه بيدي للخصم او المدير الفني للخصم فكره انت هتلعب ازاي خلاص، فبتبقى الكروت يعني محروقه. هل بتتفق مع النظريه دي، خصوصا ان احنا لو هنقارن بالدوري اللي فات او السابق يعني الموسم اللي فات احنا كنا بنلعب تقريبا مؤخرا ب 4-2-3-1 وكنا بنكسب كذا مباراه ورا بعض حتى لو المدير الفني للخصم كان عارف يعني الخطه بتاعتنا؟ بس دي اسمها طريقه مش خطه. تمام. الطريقه حاجه والخطه حاجه تانية. بمعنى الطريقه هي 4-2-3-1، الخطه ايه؟ الخطه انا ممكن العب 4-2-3-1 بشكل دفاعي، ممكن بمهام مختلفه بالزبط. يعني هي نفس، خدي بالك مش عندك في ناس كتير في المجال بتاعنا مش قادر يفرق بين الطريقه والخطه. الطريقه دي ثابته 4-2-3-1 4-4-2 بمسمياتها بمشتقاتها، ولكن الخطه ان انا المباراه دي هقدرها ازاي. ممكن تختلف من شوط لشوط اصلا، يعني ممكن تشوف من 10 دقايق ل 10 دقايق دي شفناها فعلا. في مدربين تبني خطه ربع ساعه وبعد الربع ساعه بيبدا يلعب، يعني مثلا بيلعب اسلوب مثلا بيلعب ضغط عالي بعد كده بيرجع يراجع نص ملعب تاني شويه. فالطريقه واحده ولكن الخطه او الخطه او المعطيات اللي موجوده عندي اللعيبه، يعني ممكن يكون عندي لعيب بلعب 4-2-3-1 باثنين اجنحه صراع ليهم طريقه ليهم خطه مفهوم، وبلعب 4-2-3-1 باثنين منهم لعيب الكره بيدخلوا لجوه دي خطه تانيه. فهو التنوع مهم، ولكن كل فرق العالم بتحافظ على طريقتها الأربعة ايا كان ايه هي، ولكن الـ الواجبات جوه الملعب هي اللي بتختلف، وده دور المدرب. لان كل النهارده لما كل واحد فينا هيلعب مباراه مش هنلعب نفس الطريقه مش نفس الخطه مع بعض. انا عايز اهاجم في المباراه دي، عايز ادافع في المباراه اللي جايه، عايز اهاجم من القلب من العمق، عايز اهاجم على الاطراف. هي دي ده التنوع، وده دلوقتي في دور محلل اداء. كل فرقه عندها محلل اداء على اعلى مستوى، والنادي الاهلي عنده 2 محللين اداء، فكل بيجي لك كل حاجه قبل المباراه وتعرف تشتغل على الخصم، ولكن الطريقه بتبقى ثابته. الخطه هي اللي بتتغير كل مباراه انا هشتغل ازاي. تمام. ليه بنلاقي ان في لعيبه معينه ولعيبه يعني مهاريه وموهوبه ولعيبه يعني خامتها زي الفل، بس تحسهم بيتالقوا محليا اكتر بكتير ما بيتالقوا افريقيا او العكس؟ دي بتكون بناء على ايه؟ هل ليها علاقه بقوه الخصم؟ هل ليها علاقه بان انت بتلاعب مدارس كرويه مختلفه؟ ممكن. يعني المرجعيه ايه في الحاله دي؟ دي اجزاء، ده جزء مهم، ان ممكن يكون انا ممكن ابقى متالق قدام خصم، ممكن اقابل خصم اقوى شويه مستواه يقل، ولكن دي برضو ليها علاقه بالاستمراريه. هنرجع تاني، انا كل حاجه هديك مثال ليها. 2005 2004
كان بداية دخول بركات وأبو تريكة في منتخب مصر. كان عندنا مباريات، كان عندنا مباراة أعتقد مع كوت ديفوار في استاد اسكندرية وخسرنا 2-0، وكان أبو تريكة وبركات بيلعبوا المباراة دي، ومصر كلها طلعت انتقدتهم إن هم لا يصلحوا للعب الدولي، ولعيبة كتير جدا، أمثلة كتيرة جدا، نجوم كبار في بدايتهم كان عندهم انتقادات كبيرة إن هو لا يصلح للعب الدولي. اللعب الدولي مختلف، بمعنى إن أنا ممكن أبقى لعيب، أنا ملعيب في النادي اديت مردود بقالي 3-4 سنين بلعب، فخلاص بقى عندي خبرات الحتة دي، بقى عندي خبرات المكان. لما اروح منتخب لازم برضو يبقى عندي خبرات المنتخب. اللعيبه هم ليه اللعيبه بيوصل لما بيوصل ل 100 مباراه دوليه بيبقى مختلف خالص على اللي عنده 50، بيبقى مختلف على اللي عنده مباراتين طبعا. فالاستمراريه جزء مهم جدا، وده اللي طول الوقت الناس بتنادي بيه في لعيبه المنتخبات، انه لازم يثبت قوام فتره طويله، لان اللعيبه دي بتاخد خبرات. فهو في البدايه على حسب نوعيه اللعيب، ممكن لعيب فجاه يعني ممكن يلعب مباراتين ويبقى احسن حاجه، بس الطبيعي ده بيبقى حاجه مش طبيعيه. لكن الطبيعي انه يبقى محتاج وقت اطول، انه يلعب ماتشات كتير، هو الخبرات الدوليه دي بتيجي يعني يستوي يعني. يبقى عنده نضج في المكان ده. لكن ما ينفعش ان انا اقارن طول الوقت لعيب النادي بان هو يروح منتخب ما بيأديش في منتخب. لا، هو لعب قد ايه في منتخب؟ كل الناس لعب. محمد صلاح اول ما راح منتخب لعب امتى؟ اخذ وقت وداخل بالتدريج لغايه ما بقى نجم الفريق وبقى نجم مصر كلها. ولكن في البدايه هو كان موجود، هو كان ترس في منظومه فيها ابو تريكه وفيها وائل جمعه وفيها ناس كتير جدا، وبركات، وليد سليمان، ناس كتير، طارق حق، ناس كتير. لكن هو بقى مع الوقت بقى محمد صلاح. ولكن ما ينفعش، سؤالك مهم جدا، لان في ناس كتير جدا بتقع في الحته دي، ان ممكن انا اقعد يعني ابدا احكم على لعيب ماشي كويس جدا في ناديه ولكن ما عندوش خبره المنتخب. طيب انا عايزه اتكلم عن الاداء الهجومي. احنا بنتكلم شويه او البعض في اراء كتيره، انا بتابع استوديوهات تحليليه كتيره جدا وبرامج، بعض النقاد الرياضيين بيتكلموا ان ربما يكون الاهلي ما عندوش الاداء الهجومي المطلوب او المعتاد اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ربما هناك عدم توفيق في اختيار الفيرود المناسب. يعني خليني اعرف برضو وجهه نظرك ايه يا كابتن عادل عند الحته دي بالذات، عند المهاجم يعني. هو مهاجم النادي الاهلي لازم يكون ليه مواصفات، ولازم يكون في عندي في كل مكان في ناس متنوعين، بمعنى ان انا ما ينفعش يبقى عندي لعيب المكان فيه لعيبه كلهم سرعة. لازم اجيب لعيب سريع، لازم اجيب لعيب مهاري، بالذات الانديه الكبيره. الانديه الكبيره عنده رقم واحد ورقم رقم واحد في كل حته، رقم واحد ناحيه يمين وناحيه الشمال، ممكن يكونوا متنوعين. ما ينفعش الاثنين، بالذات الاجنحه، الحته اللي حضرتك بتتكلمي على الجزء الهجومي، بالذات الجزء الهجومي ما ينفعش يبقى كلهم شبه بعض، لازم يكون في تنوع. لازم يكون في حد عنده مهاره، لازم يكون في حد اسرع شويه عنده سرعه، لازم يكون في حد بيلعب على الجول كويس. هم كلهم بيلعبوا على الجول كويس ولكن بنسب متفاوته. موافق جدا في اختيار راس الحربه. انا شايف ان احنا لسه برده ما توفقناش ان احنا نختار الراس حربه المناسب للنادي الاهلي يقعد فترات طويله. احنا برده ولا محمد شريف حاليا يعني؟ لا، محمد شريف اساسا مش راس حربه. محمد شريف اساسا لعيب جناح وتوظف راس حربه، وتوظف راس حربه الفتره الاخيره. هو بيأدي واجبات راس الحربه بشكل كويس، ولكن جدا بصراحة. لكن لازم يكون في تنوع. النهارده محمد شريف هو عنده سرعات، لعيب سرعات كويس وبيعرف يشتغل في مساحات كويس، لكن طب لما اللاعب يقفل في حاجه، في لازم يكون في تنوع. في لعيبه كتير في افريقيا وبالذات المنتخبات، شوف المنتخبات الجزائر المغرب، هتلاقي اللعيبه اللي موجوده راسات الحربه مختلفين. ما ينفعش يبقى الفرقه كلها عندها سرعات، الا اذا انا عندي روتيشن، بعمل روتيشن بين لعيبتي ان انا اشتغل على ده. لكن لا، النادي الاهلي برده محتاج كواليتي معينه في مركز راس الحربه. ده اعتقد برده ليه علاقه بالنواحي الماديه، لان راس عشان تجيب راس حربه كبير لازم تدفع له كتير. طيب ما تيجي بقى نتكلم شويه على ماتش سيمبا اللي جاي وتوقعاتك ليه، وكمان تفصيله زي مثلا عوده كهربا، جاهزيه وليد سليمان للمشاركه في لقاء سيمبا اللي جاي. فانت شايف الماتش اللي جاي ده يعني هيبقى عامل ازاي؟ هو المباراه الجايه مباراه برده مش هتبقى سهله، لان اللعيبه هتبقى مركزه، يعني في تركيز عالي جدا ان هم يخرجوا نفسهم بره الصوره اللي حطوا نفسهم فيها من بعد مباراه المريخ. ودي حاجه ايجابيه، ودخول لعيبه جديد بدم جديد زي كهربا وزي وليد وممكن طاهر، ممكن حسين الشحات، يعني في لعيبه ما بداتش المباراه اللي فاتت او ممكن اعمل بيهم تدوير جيد في المباراه اللي جايه، فهيبقوا هم كمان عطشانين للتهديف وان هم يعملوا اداء حلو. هو ده، لما اللعيب بيبعد شويه او انت بتبعده بشكل مش بمزاجه
مش بمزاجه بيبقى عنده اشتياق اكتر وبقى عنده رغبته بتزيد ان هو يبقى عايز يبقى يأدي بشكل كويس. فدي اعتقد موجوده عند معظم اللعيبه اللي موجوده. ان حسين بقى له شويه بعد كهربا بعد برده نفس الشيء، محمد طاهر برده نفس الشيء، وليد كان بعيد في الاصابه، بعيد قعد فتره بعيد عشان كان مصاب. وعودته انا شايف ان عودته برده عوده مهمه جدا. المباراه اللي فاتت مباراه المريخ جزء كبير جدا من تحول اللقاء، ووجود وليد سليمان في الملعب كان خبرات كبير جدا. فانا شايفه بيشع طاقه كده يعني، بيعدي كل اللي حواليه. طبعا يعني. وليد لعيب عنده روح، ودي نقطه مهمه جدا. ونادرا لما تلاقي لعيب عنده روح عاليه ويكون كورته كويسه ويكون حريف، يكون بيعرف ينقل فرقته بشكل هجومي بشكل كويس، ودي من النوادر. خلي بالك يعني ممكن تلاقي لعيب قوي جدا وروحه، بس لعيب ممكن تلاقي لعيب ديفندر، ممكن تلاقي لعيب باك، لكن انك تلاقي لعيب عنده الاثنين المواصفات دي، انه يبقى روحه كويسه وان هو كورته كويسه، كمان زياده على ده ان هو بقى عنده كم خبرات، بقى عنده اليه وهو موجود في ملعب باقل الامكانيات يقدر يوديك المرمى، باقل الامكانيات يخلق لك فرصه. في لعيبه هو ده بقى كم الخبرات، هو بقى عنده كم خبرات كبير جدا، بقى عارف ان هو لما يوصل المنطقه دي هو عارف هيحط الكره فين وهتعمل مشكله، حتى لو ما جاتش جول بيشكل خطر على بيشكل خطوره طبعا. وانت جوه المباراه اوقات كتير جدا بتبقى محتاج تعمل خطوره عشان تنقل فرقتك للنص ملعب الخصم، تبقى انت ليك الافضليه في الملعب. وليد سليمان اعتقد اللعيب الوحيد اللي من الجيل اللي فات اللي لسه موجود في الملعب، ريحه الكوره والحرفانه موجوده، فاعتقد برده هيبقى اضافه كبيره. محتاجين مباراه سيمبا برده نستغلها في التدوير بين اللعيبه، في لعيبه مش هقول مجهده ولكن لعيبه ممكن تكون مش في احسن حاله ليها، مش اجهاد بدني، ممكن تكون اجهاد ذهني، لان هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بطوله افريقيا، كاس عالم انديه، بعد كده ترجع تلعب مباراه ضعيفه في الدوري، بعد كده تلعب في افريقيا، فالامور دي بتعمل تشتت. فانا شايف برضو ان احنا محتاجين يعمل يبقى في تدوير في الفرقه بشكل محدود، يساعدنا برضو الفتره اللي جايه، المباريات اللي هي في خلال شهر رمضان في 8 او 9 مباريات متتاليه، فده مهم جدا يعني. طيب انا هروح معاك لنقطه برضو كذا حد كان بيتحدث فيها، بيقولوا ان الضغط اللي موجود او الاجواء اللي موجوده وفكره برضو الماتشات اللي ورا بعض دي مش فقط على فريق بعين، هي على الكل. فهل بتشوف ان احنا اصلا ان احنا نقول عشان الضغط عشان الاجواء، هل ده وارد؟ هل ده مقبول؟ يعني مقبول لان بصراحه لان الاهداف مختلفه. طبيعي ان كل فرق الدوري، كل فريق في العالم عنده، احنا لما جينا ذكرنا امثله بمين؟ بريال مدريد وبرشلونه وليفربول. ليه؟ لان الناس دي بتنافس على دوري انجليزي او دوري اسباني، بينافس على بطوله، على دوري ابطال، عنده مع المنتخب بيلعب احسن حاجه، فهو طول الوقت داخل في منافسه. غير الفريق اللي هو في وسط الجدول او مركز ثاني او مركز ثالث، او هو عايز يدخل مربع ذهبي، الاهداف مختلفه، فطول الوقت الضغط بيبقى مختلف تماما. انا مباراه ممكن النهارده العب، النادي الاهلي لو بيلعب يعني بيلعب ماتش ودي، الناس طول الوقت مستنيه الاهلي يكسب. فدي برضو ده جزء من الضغوط طبعا. ولازم ما نغفلوش، ما ينفعش نغفله. فلا، الفرق الكبيره اللي هي القدر يعني حتم عليها ان هي تكسب كل الماتشات، لا، مهم جدا ان هو نبقى عارفين ان هو هيجي له وقت يحصل له دروب، هيجي في وقت اداؤه يعني يتغير، لان هو عايز اكسب، فالمكسب ده برضو بيعمل مجهود مضاعف طبعا. فلا، فحته ان الناس لازم تبقى فاهمه ان هيجي في وقت يحصل دروب، كويس ان وانا بقى لما يحصل لي دروب اكسب، اعرف اكسب. حلو. برضه عوده مره ثانيه للناس اللي راجعه، سواء يعني بعد فتره توقف نتيجه اصابه او نتيجه اي اسباب ثانيه، حد زي ناصر ماهر مثلا، محمد محمود، علي معلول. يعني علي معلول بالمناسبه من الناس اللي برضه ايه، الماتش اللي يغيب فيه لا تحس ان انت ناقصك حاجه. حاجات مش كده برضه؟ طب حاجات. ليه نحس بالنقص ده نتيجه غياب لاعب واحد بس؟ تمام، مع كل الاحترام ليه، على فكره علي معلول ده معشوق الاهلاويه كلهم، انا مش بتكلم عنه، انا بتكلم على المبدا نفسه. ليه واحنا عندنا فريق قوامه محترم وكل لعيب فيه وكل اسم فيه على حده يعني يقدر يؤدي وجدير بانه يلبس تيشيرت النادي الاهلي، ليه لما بيغيب واحد بنحس بغيابه؟ ده طبيعي برضه. يعني عندك لعيب قيمه علي معلول او ايا كان اللعيب اللي حضرتك بتتكلم عليه، ان هو لما يغيب الفرقه تتاثر، لا لا، اي لعيب في اي فرقه مع كبيره، مع كل الناس على فكره، مع وليد سليمان، مع حسين الشحات في وقت من الاوقات. شوف انت ذكرت كام اسم. طب فتخيل بقى كلهم مش موجودين، يعني نوعيه اللعيبه دي كلها في وقت واحد مش موجوده، فبالتالي انت هتحس بفرق. صحيح.
ما يقللش من قيمه الناس الثانيه، ولكن هي دي الكوره. الكوره فيها ناس مش عايز اقول مكمله، وفي ناس اعمده رئيسيه هتعتمد عليها لا محال، وهي طريقه ادائها جوه الملعب بتجبرك ان هو ده العنصر المهم. يعني علي معلول عنصر مهم جدا جدا جدا، هو صنع، انا بالنسبه لي صنع اللعب الاساسي في النادي الاهلي قبل قفشه وقبل اي حد لعب رقم 10 في المكان في النادي الاهلي. لا هو عنصر مهم جدا، لان هو بيؤدي دور كبير جدا هجومي، بيؤدي مفتاح لعب مهم جدا في تحضير في بناء الهجمات في الخروج بالكوره. فلا علي معلول عنصر مهم جدا. العناصر حضرتك برضو ذكرتها لو موجوده في الملعب وبتأدي بشكل كويس، يعني وليد لما رجع بيلعب 10 دقايق بيأدي بشكل كويس، ولكن فرق السن برضو بين الاثنين، وليد ما يقدرش ياخد الماتشات كلها ورا بعض دي سنه الحياه. لعيب زي ناصر ماهر، ناصر ماهر اعتقد لو جاله يعني الفتره اللي فاتت كان عنده نضج كروي، ان هو خرج في خروجه لسموحه وبيرجع تاني، وخرج مره تانية ورجع تاني، عمل له نضج كروي، ولكن هو لسه ما اخدش المباريات جوه نادي الاهلي. يبقى عنده ده زي السؤال اللي حضرتك سالته من شويه، هو ليه لعيب المنتخب ولعيب النادي بيأدي كويس؟ زي برضو لعيب الاهلي، ممكن لعيب في النادي الاهلي ما يأديش بشكل كويس، بس ممكن يخرج يلعب مع نادي تاني بيأدي بشكل كويس جدا، بس في الاهلي لسه ما وصلش، لان هو ما اخدش كم الخبرات جوه النادي الاهلي. هو محتاج ياخد ماتشات كتير. عشان ممكن حضرتك بتتكلم عن بواليا بقى، بتكلم عن بواليا برضو يعني كلام حضرتك ينطبق لان بواليا الفتره اللي لعب فيها كان محمد شريف ماشي كويس جدا. انا كان عندي حد ماشي كويس، كنت لازم بواليا يدخل بشكل تدريجي عشان ما يحرقوش، بالذات كمان ان انا في نادي اللعيب اللي انا جايبه ده ايه قيمته. لما انا اروح اجيب لعيب من منتخب المغرب بيلعب في منتخب المغرب او منتخب الجزائر او عنده كم خبرات كبيره واجيبه، ده مش بحرقه، ده لازم استخدمه، لان هو اوريدي بيتحمل الضغوط وهو اوريدي عنده كم خبرات عاليه. لكن لعيب زي بواليا مش تقليل منه، لكن هو كان بيلعب في نادي متوسط في الدوري المصري، ولعب قوي في الدوري المصري، ولكن ما عندوش خبره المكان في النادي الاهلي. فده معناه ان انا لازم يدخل بشكل تدريجي، لازم اقدمه للناس بشكل تدريجي عشان ما يبقاش كارت محروق عند حد، باداء هو الناس منتظره منه احسن حاجه. فاعتقد بواليا كمان هيدخل بشكل تدريجي، وده رجع يعني شاف الفتره اللي فاتت رجعت كده، ان هو بدا ينزل. انت مش حاسس ان بواليا يعني جدير بالتامل؟ يعني الكيس بتاعته، احنا بنتكلم على لعيب مهاري، بنتكلم على لعيب منتشر في كل مكان، تحركاته زي الفل، البوزيشننج بتاعه في اغلب الاوقات في اماكن مظبوطه جدا، قوي بدنيا، سرعه، يعني عنده كل المقادير. طب الطبخه ناقصها ايه؟ فاينل تاتش، فاهم قصدي؟ ايه اللي ناقصه؟ التقديم، تقديمك للناس. انا ممكن اكون امكانياتي كويسه، ولكن طريقه تقديمي للناس مش مناسبه ليا، او محتاجه وقت، وده طبيعي. طب ده طبيعي، انا شايف برضو ان الكيس بتاع بواليا طبيعيه جدا، لان هياخد وقت. في لعيبه كتير يعني فلافيو اخد سنه كامله عشان الناس تقبله، عشان الناس يبقى مقبول عند الناس. فلافيو بقى من الهدافين التاريخيين النادي الاهلي ومن احسن الناس. طب وفلافيو قعد سيزون كامل ما يهدفش، ما يسجلش. صحيح. بواليا الامور مختلفه شويه، ونوعيه اللعيبه مختلفه، ولكن محتاج برضو وقت، ده شيء طبيعي جدا، محتاج وقت انه يظهر بشكل جيد. يعني على كل حال الفقره للاسف خلصت. هتتفرج على الماتش الجاي امتى؟ فين قصدي؟ النادي ولا في الاستوديو؟ في الاستوديو، انت هتحلله في النص ان شاء الله. نورتنا يا كابتن عادل، ربنا يخليك، شكرا ليك، شرفتنا، وكل سنه وحضرتك طيب، واهل بيتك كلهم بخير يا رب. وحياك طيب. اتفضل يا فندم. لا والله لا والله ما تيجي، لو ان الناس تاكل وش. اتفضل. هنروح فاصل وهنرجع، عشان زي ما كنت بقول لحضراتكم فقرة السوشيال ميديا. وكنا تاني آخر مرة بقى هفكركم ايه أكتر فرحة أو ايه أكتر حاجة فرحتكم مع الأهلي، ايه المشهد اللي فاكرينه، ايه اللحظة، ايه اللقطة، ايه المباراة، ابعتولنا وهنعرضها دلوقتي مع حضراتكم في آخر فقرة معانا. فاصل سريع ونرجع. مرحبا بحضراتكم في اخر فقره المحببه عندي بصراحه انا وكريم. ايه اكتر حاجه فرحتك مع الاهلي؟ نبدا كده بقى علشان عايزين نلحق ناخد اكبر كم. يوسف حسن هو من التوب فانز بيقول: تحياتي ليكم. طبعا الاهلي بيفرح كل المشجعين، واكتر حاجه فرحتني هو هدف قفشه في الزمالك وبرونزيه كاس العالم. انا اتفق معاك.
ظهور الربيع. صباح الخير عليكم، تحياتي ليكم. طبعا اكتر حاجة الفوز بالتاسعة وتالت العالم. صالح الجرحي بيقول صباح الفل على احلى قناه واحلى اعلاميين، والف سلام عليك يا نهوان. قال هو ايه في الاهلي ما يفرحش؟ وفعلا دي والله صح، هو ايه في الاهلي ما يفرحش؟ اعظم نادي في الكون، لازم يكون كل حاجه فيه تشرف ومصدر فرحه للملايين من عشاقه. بس اكتر حاجه فرحتني هدف قفشه في النهائي وهدف القناص في نهائي البطوله العربيه، اهلاوي حتى النخاع. عادل عبد بقى بيقول في عز زعلنا من الأهلي في بعض الأحيان بنكون فرحانين، لأننا بنعلم جيدا ماذا يمثل لنا هذا الكيان وهذا الصرح العظيم على الحلوة وعلى المرة معاه. فرحنا إن إيه فرحنا؟ فرحنا إن الجيل الحالي استطاع أن يسجل اسمه في تاريخ الإنجازات في النادي بالثلاثية، ده مظبوط، وبرونزية العالم للأندية، ومازال أمامه الفرص لحصد المزيد إن شاء الله يا رب. كريم السيد عمار بيقول الأهلي هو مصدر السعادة والفرحة علينا دايما، الأهلي كل ما بيكسب كل ما بيفرحني، وفعلا إنك تكون أهلاوي دي نعمة. وصباح الخير عليكم، صباح الفل يا عم كريم. محمود المصري بيقول أكتر حاجة فرحتني هي إنشاء قناة النادي الأهلي عشان من خلالها بنشوف ناس محترمة. أشكرك يا أستاذ محمود. ده كلام جميل بقى، ده كلام حلو بقى، ابتدى الكلام يحلو. في بقى عنصر نسائي اهو اخيرا، احب العناصر النسائيه تشاركنا كمان. شهد الشريف بتقول هو ايه اللي ما يفرحش في الاهلي؟ صح يا شهد. ابراهيم المصري صباح الخير والفل والياسمين، كل حاجه حلوه على اسره القناه والاهلي، طبعا الاهلي كله بيفرح. عمر مصطفى بيقول الاهلي سبب السعاده، واسلام تايسون بيقول يكفيني ان انا اشوف الاهلي بس بفرح، بس لحظة قضية قفشة وبطوطه قدام الغريم التقليدي أنا بكيت من الفرحة وفضلت أجري في الشقة ما عرفتش أنا رايح فين، بس بجد فرحة عمرها ما هتتنسي. الأهلي مش مجرد نادي، الأهلي حياة. بص الجول ده خلاص التاريخ هيسجله، يعني ده خلصت كده، هيفضل مرتبط بقفشة، يعني قفشة اسمه اتحفر في التاريخ خلاص. صحيح. بالجول اللي حصل، فأنا بتفق معاك جدا. والنقطة كمان اللي قال لك الأهلي سبب السعادة صحيح، فاكر احنا كنا بنقعد نقول 2020 تحديدا الأحداث والكورونا والكوفيد والتوقفات والأمراض، وبنسمع ناس بتموت و بس الحمد لله كان 2020 بصراحة وشها على النادي الأهلي كويس جدا. فيا رب مزيد ومزيد كمان من السنين اللي جاية. نروح لمحمود زغلول، أكتر حاجة فرحتني هدف قفشة في الزمالك وتالت العالم في المونديال. محمد رأفت نهائي دوري الأبطال مع الزمالك ابتلي فيه إجماع. أسامة راضي طول عمره مفرحني. علي سنوسي بيقول مجرد اسمه يفرح. إكرامي المصري بيقول التسعة، وأحمد الديب بيقول القضية ممكن. هاني دعشوش، على فكره هاني دعشوش بيعمل دايما كومنتات، انا فاكره اسمه. يا اهلي يا قطب يا بيت الادب، فيك المعاني الحلوه السمات للابد، عشان اصيل عشت كبير يا نادي القيم والتعليم. حلوه حلوه قوي. احمد علي الاهلي. ابراهيم عبيد تحياتي ليكم، الاهلي نادي كبير وحلو واي حد بيتفرج عليه بيفرح، ومهاجمين حلوين. ومصطفى جبر بيقول الف سلام عليك يا نهوان. الله يسلمك، بص الجمال والله العظيم، الله يسلمك، بسلم كل الناس زي ما قلت. والله الواحد حاسس انه عي وسط اهله. طبعا تعيا بس وسط اهلك، هم فعلا خايفين عليك عايزينك تبقى احسن. اشكركم جدا والله. ايه الاسم ده بقى؟ نهى سعد. نهى سعد. أكتر نهى عنصر نسائي تاني. أكتر حاجة فرحتني في حياتي كلها القضية ممكن، ربنا يدمها لينا أفراح. صح يا نهى. عبد الحميد الحوفي بيقول التسعة بين قوسين المزدوجة، يا لها من بطولة بعد طول انتظار، وطعمها إنها من الغريم التقليدي للزمالك. زين صالح سبب الفرحه كله اهلاوي. ويوسف حسن بيقول تحياتي ليك يا كريم وتحياتي ليك يا نهواند، طبعا الاهلي بيفرح كل جمهوره على طول، واكتر حاجه فرحتني هي هدف قفشه في الزمالك وبرونزيه كاس العالم. وليد سيد حاجات كتيره جدا للاهلي دايما مفرحنا وفرح جمهوره في كل المحافل والدوليه، المحافل الدوليه يعني، وعلى الحلوه والمره معاه. وجيه خطاب كل عام وانتم بخير وسعاده يا رب، الاهلي فرحتنا وسر سعادتنا كلنا. ومروان ساهر بيقول صباح الخير عليكم، بحبكم جدا، طبعا اكتر حاجه القضيه ممكن وبرونزيه العالم. مروان ساهر صباح الخير عليكم، بحبكم جدا والله، واحنا كمان اكتر حاجه القضيه ممكن وبرونزيه العالم. لا ده اجماع تاريخي. محمد حماده السؤال ايه اللي ما يفرحنيش في الاهلي؟ الاهلي بالنسبه لي حياه، مش مجرد نادي بنشجعه، والحمد لله على نعمه الاهلي. القضيه ممكن من محمد الاهلاوي. وختاما من مصطفى بيقول كتير اساسا اسمه يتقال كده قدامك الاهلي يفرح. انا بتفق معاك جدا، وعايز اقول لك بقى حاجه يا كريم، يعني انا سعيده ان
اولا في تفاعل بشكل كبير. انا عايز اقول لحضراتكم برضو ده جزء من اللي بيتبعت، لان احنا كنا عايزين على قد ما نقدر نعرض. ولكن طب احنا بقى اقول لك على حاجه تانية صحيح، ممكن ان في اجماع كبير جدا. انا بقى عايزه ان احنا نعمل الفائز في الموضوع هو بتالي قفشه. اه النهارده على الاقل في التعليقات دي هو قفشه. برافو يا قفشه. اذا سيد برافو يا قفشه هو سيد الموقف النهارده. النهارده قفشه وبنبارك لابننا قفشه. النهارده الاجماع ان اللي بيسعد الاهلي هو قفشه، سواء بالجول بتاعه او بالبطوله يعني. فتحية كبيرة لقفشة، وهو فعلا كان متألق بشكل كبير جدا الموسم ده تحديدا. وعايزة أقولك على حاجة، يعني ناس كتير قاعدة تقول لا قفشة مستوى مش عارف ايه في الماتشات الأخيرة. يا جماعة شيء طبيعي، زي ما كابتن عادل دلوقتي كل النقاد الرياضيين وكل الناس يعني متعمقة بتتكلم ان مفيش حد مستوى بيفضل على طول مرتفع، مفيش فريق على طول بيكسب. يمكن في الفترات الأخيرة كمان احنا شفنا حاجات غريبة السنة اللي فاتت تحديدا، يعني فرق قوية جدا، مش بتكلم بس حتى في داخل سواء في الدوري الانجليزي او الاسباني. يعني هقول لك على سبيل المثال اللي حصل مع برشلونه ده كان طبيعي؟ لا طبعا. ففي حاجات ولا اللي بتقول على فكره يعني مؤخرا برضو عندهم عقوبات كتير، ولكن احنا دايما لازم نكون يعني في ظهر الاهلي وفي ظهر فريقنا، وواثقين في المدير الفني بتاعنا، وواثقين اكيد في اللعيبه قبل كل شيء. فان شاء الله كده الفوز يكون، ونرجع يوم الاحد بقى يا رب على خير صباح النصر. ايوه ايوه الجمله اللي بنستناها كلنا. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه حلقه النهارده، حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد، وحلقه جديده من البرنامج صباح الكل عليكم.